مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة وأحداث جديدة من برنامجكم اليومي الديوانية. مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم واللي اجتمع يوم الخميس الماضي وخرج الاجتماع بعشرة نتائج ما بين دراسة وتعديلات واستعراض خطط. أهم تلك التفاصيل والنقاط هو تقديم دراسة كاملة حول إنشاء أكاديمية للحكام السعوديين واستعراض ملف التطوير الحكم السعودي والإعلان أيضا عن أسماء اللجنة الفنية برئاسة تركي السلطان وأيضا دراسة تقديم دعم مالي للأندية في حال التعاقد مع مدربين سعوديين، واللي سبق في حلقة سابقة أعلننا عبر مصادرنا في الديوانية عن بعض تلك النقاط من خلال هذا الاجتماع. اليوم أيضا نادي شباب يرد عبر بيان رسمي على بيان نادي النصر الأخير ويصف ذلك البيان بالهزلي. استعنا عشاء بالله. وقبل البداية يسعدنا تواصلكم معنا عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر وأيضا عبر حساب القنوات السعودية الرياضية للاطلاع على آخر أخبار الدوري السعودي، ويسعدنا أيضا مشاركتكم معنا في هاشتاق الديوانية واللي دائما ظاهر معك أسفل الشاشة. ضيوفي في حلقة اليوم واللي أسعد بتواجدهم معي في الحلقة الأستاذ عادل عصام الدين، الأستاذ مساعد العصيمي، أيضا الأستاذ سعد المهدي، الكابتن والنجم خالد الزيد، أيضا المحاضر الآسيوي الدكتور جاسم الحربي. دكتور جاسم أنا سعيد اليوم بوجودك معنا، ظهور مشرف لنا وتواجدك معنا في الحلقة. بارك الله فيك وأنا كذلك، وتشرفت بوجود الفطاحل الزملاء الموجودين، ومسي وارضوا على الأخوان المشاهدين، وإن شاء الله تكون حلقة مميزة للجميع بإذن الله. ضيف الأخير وهو النجم والكابتن صالح الداود، هلا وغلب. حياك الله أبو خالد، حياك الله المشاهدين الكرام، حياكم الله جميعا، شرفين اليوم الحلقة. أهلا وسهلا. دائما نحن نبدأ الحلقة من خلال الأخبار، آخر أخبار الديوانية. غادرت بعثة المنتخب السعودي مساء اليوم عبر مطار الأمير نايف بن عبد العزيز بالقصيم متجهة إلى الأردن استعدادا لمواجهة المنتخب الفلسطيني في رام الله في 15 من أكتوبر الجاري. يحل المنتخب السعودي تحت 23 عاما غدا الأحد ضيفا على منتخب الصين ضمن منافسات الدورة الدولية والتي يشارك فيها الأخضر ضمن برنامجه الإعدادي لبطولة كأس آسيا 2020 في تايلاند. أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن جوائز الأفضلية لشهر سبتمبر، حيث فاز مهاجم الاتحاد البرازيلي رومارينيو بلاعب الشهر، وحصد الحارس الأسترالي حارس نادي النصر جونز على جائزة أفضل حارس، فيما حقق مدرب الهلال الروماني رزفان جائزة أفضل مدرب. أصدر نادي الشباب بيانا رد فيه على بيان النصر واصفا إياه بالبيان الهزلي، مستغربا مما جاء في بيان النصر حول تعرض لاعبيهم للخشونة في مباراتهم أمام الشباب. أطلقت إدارة نادي الهلال بشراكة مع مدارس المملكة أكاديمية الهلال والتي تعنى باكتشاف مواهب جديدة في كرة القدم داخل الرياض وخارجها. حقق لاعب المنتخب السعودي للتايكوندو ونادي الترجي الكابتن محمد العباس ذهبية بطولة العالم الشاطئية الثالثة للبومسي التي أقيمت في جمهورية مصر العربية في منافسات فوق 30 سنة بعد فوزه في المباراة النهائية على اللاعب العراقي، وشارك في البطولة 300 لاعب من 20 دولة. طب هذه هي آخر الأخبار في برنامج الديوانية. من ضمن الأخبار المنتخب السعودي لليوم غادر عبر مطار الأمير نايف بن عبد العزيز بالقصيم متوجه إلى الأردن استعدادا لمواجهة المنتخب الفلسطيني. مغادرة المنتخب الوطني للأردن وتفاصيلها نتابعها في هذا التقرير. ضمن استعدادات المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أنهى ميرانه الأخير اليوم قبل انطلاقه للأردن ملاقات المنتخب الفلسطيني في رام الله ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة، وشهد تمرين اليوم عودة لاعب خط الوسط سلمان الفرج بعد اكتمال جاهزيته ليكون ضمن خطة الفرنسي إيرفي رينارد في اللقاء القادم، فيما غادر الصقور إلى الأردن ليكون وصولهم بعد ذلك إلى رام الله صباح الغد، حيث يدشن المنتخب الوطني تدريباته في فلسطين مساء الأحد على ملعب فيصل الحسين الدولي.
طبعا وصلت بعثة المنتخب إلى الأردن، وكانت البعثة برئاسة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أستاذ ياسر المسحل، وأيضا كان في استقبال البعثة نائب سفير خادم الحرمين الشريفين بالأردن محمد العتيق. يعني الحمد لله على سلامة منتخبنا للوصول إلى الأردن. أبدأ معك عادل عصام الدين، هذه المباراة المنتظرة، مباراة مهمة ومختلفة في تفاصيلها. والله شوف، أنا ما أبغى أصير يعني أو أبدو كأني متطرف في الرأي بالنسبة للمنتخب السعودي. أنا سبق أني قلت رأيي، أنا أشوف المنتخب السعودي هذا من أفضل المنتخبات في السنوات الأخيرة، أو سيكون من أفضل المنتخبات. وفقوا في اختيار المدرب، مدرب عظيم. الشيء اللي يميز هذا المنتخب أنه هو المنتخب الوحيد تقريبا في تاريخ منتخباتنا في السنوات الأخيرة لم تكن هناك اعتراضات على الأسماء أبدا. بعكس، شوف أنت، أرجع لعقود من 30 و40 سنة وحتى إلى قبل 5 سنوات كمان، دائما في آراء مختلفة فيما يتعلق باختيار اللاعبين، نادي اعترض ونادي لا. هذا منتخب لا. أولا طب لماذا؟ إيش السبب؟ السبب أنه هذا هم الصفوة، أصلا ما في غيرهم، هذا هو فخر الموجود. ولهذا يمكن أنا أشوف المنتخب ذا ترى رد قوي وجيد ومناسب فيما يتعلق بالمعترضين على حكاية اللاعب، عدد اللاعبين على جانب 8. وأنا أيد كثير، يمكن ما أدري هو الكابتن خالد أو في كذا واحد من الزملاء كانوا بيقول لك لا، وجود 8 يحفز ويشجع ويدفع اللاعب السعودي اللي وجد الفرصة أنه يلعب في النادي أنه يطور مستوى. هذا اللي حصل. أنا صراحة أشوف هذا منتخب قوي ومهيئ ومؤهل يفوز حتى ببطولة آسيا وحتى يصل إلى كأس العالم. قوي على مستوى الأسماء ولا على مستوى قوي لا 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 قوي أول شيء من ناحية أشوف إحنا دائما نحكم عندنا 40% بس. نعم. 40% 20% ما هي موجودة، 40% اللي هي العطاء هذا ما تضمنه، لأنه هذا يعتمد دائما على استراتيجية الإعداد. نعم. استراتيجية الإعداد دي تشكل 40%. إحنا كلنا الآن نتكلم مثلا زي الكابتن صالح الداود لما يحلل قبل المباراة يحلل 40% فقط عنده اللي هي مقدرة وكفاءة الفريق فرديا وجماعيا. هذا المنتخب السعودي من ناحية العناصرية أنا أشوفه يعني صراحة من المنتخبات المميزة جدا، أحد أفضل المنتخبات اللي شكلت. لا. لأنه في عناصر، في مواهب، في إمكانيات. الحقيقة يمكن تأثر بالنقص. أنا دائما أقول متى هذا المنتخب يكتمل؟ يعني لما يجي زي عبد الله عطيف وسلمان الفرج والظهيرين الشهراني والبريك وايضا معهم سلمى الدوسري، هذا خماسي هلالي. انا اشوفه الهلال في تاريخ الهلال كله. أيوة. من يوم تاسس الهلال. أيوة. لم يقدم لنا خماسي زي هذا صراحه، مع الاحترام والتقدير. نعم قدم كافراد. لكن هذا الخماسي هو العمود الفقري للمنتخب السعودي في السنوات الاخيره. شوف لما الهلال غير محظوظ، ما اشوف في المباريات اللي يغيب فيها واحد او اثنين من هؤلاء يتراجع الهلال. اذا اكتمل الهلال مع القوه الرهيبه الاجنبيه عنده، فريق الحقيقة لا يعلى عليه. فأنت عندك عناصر أخرى أيضا جيدة. الاتحاد مثلا لأول مرة من سنوات طويلة كان في فترات ماضية ما عنده للاعب واحد. ودائما أنا كنت أقول أنه يا أخي المنتخب مقياس، أنت عشان تعرف أن الاتحاد ضعيف شوف ما في للاعب واحد، كان فهد المولد. نعم. الآن لا، في 7. نعم. والسبعة هذول هم الصغار، معناه إيه؟ معناه المدرب بيبني للمستقبل. هذا اللي أنا يعني فعلا أؤكد تماما أنه هذا المدرب ممتاز جدا، لأنه نظرته مستقبلية. البعض كان يقول أنت في هذا التوقيت وقت بناء يطرح طبعا فيه. لا لا لا، في عنده وقت، في عنده وقت. ومدرب ترى ما هي مدرب يا أخي، فاز ببطولتين من بطولات أفريقيا. حلو. مدرب ذكي فاهم واعي. حتى شوف ترى أنا نتكلم إحنا على جاهزية وكفاءة اللاعبين، لكن تعال أنت على ما يحدث داخل الملعب، هل في تطور؟ نعم في تطور. شوف المباراة الأخيرة في لمسات حلوة، في بالعكس هجوم ناري، طاقة الفردية طبعا حقيقة، لكن هذه كلها سهلة. لكن كمجمل نعم بالعكس، يعني الحقيقة توجيهه ممتاز جدا ولمساته واضحة. أبو أحمد، كلام أبو لما يعني إذا أنا بألخصه كانوا يقول فيه المنتخب هذا فيه عناصر خبرة موجودة وعندها خبرات كبيرة على مستوى كأس العالم ولعبت كثير مشاركات، وفي عناصر جديدة الآن جالسة تظهر على مستوى الدوري السعودي وموجودة في هذا المنتخب.
والله شوف اللي ذكر ابو لمة كله كلام يعني ممتاز، لكن انا خلينا اتكلم لك على الواقع اللي محيط بالمنتخب. دائما احنا عندنا التسرع بصفة عامة. أنا حتى أشوف التحليلات الفنية اللي أقرأها يعني حتى من بعض المتخصصين المحللين الفنية، نعم، وحتى من النقاد، إنه دائما إحنا حكمنا دائما إنه نريد منتخب خلاص يكون جاهز لنا من البداية. إحنا نشوف لابد نعترف إننا يعني في أثرات كبيرة، يعني سوت دروب للمستوى الكرة السعودية بشكل مو بسهل. نعم تأهلنا لكأس العالم، لكن إلى الآن ما وجدنا أنفسنا كمنتخب قوي يعني يستطيع انه يكون ايش الصفوة الثلاثة في اسيا مثلا. احنا نعترف بالشيء هذا. الاهم في الموضوع انه دائما انه ما نستعجل على المدرب، ما نستعجل يعني على الحكم على اللاعبين. دائما الاختيارات اي مدرب موجود في العالم، اي مدرب ما راح يجيك على اساس انه يجامل النادي الفلاني ولا يجامل اللاعب الفلاني، ولا عملية الاختيارات تبنى على اسس بالنسبة للمدرب. يعني انا اشوف انه في واحد مثلا مستغرب اشوف اليومين اللي راحت انه ليش يختار المالكي لاعب الاتحاد. نعم يعني للاسف احنا انت هل انت اللي تملك المقاييس ولا المدرب اللي يملك المقاييس؟ المساعدين اللي معه يملكوا المقاييس. احنا مشكلتنا عندنا تقريبا معظم الناس كلهم مدربين ومعظم الناس كلهم يقيمون. انا حتى في هذا الاستديو سمعت في استديو على مستوى العالم ترى يعني لا الموضوع. بس انك انت لما تجي تعطي الفرضيه الصح انه موجود يعني ولا ما يقول لك لا فيه اجماع على اللاعب. اجماع الفني اشوف انه اللاعبين هذول هم الافضل، هذول الموجودين، هذول اللي عندك انت. لكن انا اشوف حتى في بعض الاشياء ما زال الاسقاط على المنتخب يهز كيان. الآن اللاعب متواصل بصفة دائمة هيش عبر مواقع التواصل، حتى المدرب يترجم له، المدرب يصل له بنبض الشارع الأشياء، أهم البرامج اللي ناقشت يعطى ترى تقرير عن الشيء ذا من اللي معه واللي حوله. على هالأساس احنا يفترض نكون احمد تعرضوا لها الضغط. لا لا لا, لا مو انا شوف انا خلي انا كل الدول عندهم كل صحيح. كل انا اتكلم عن منتخب بلدي، انا اتكلم عن منتخب بلدي. انا 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 قريت حتى عن منتخب ألمانيا، قريت عن منتخب الألماني، يمكن قلت أنا في الاستديو قبل أسبوعين ثلاثة أنه لما هدد رومينيجا قال إذا ما يتم معاملة نوير بطريقة جيدة أني أسحب لعبة بايرن ميونخ من الليل، ونشرت في كل صحيح. دخل على البي دي اف الألماني وكالة الأنباء الألمانية. شوف الأشياء اللي كتبت، وحتى في التشكيك في المباراة الأخيرة اللي صارت عملية ترجع الكور القوية سولي السنتر والثاني، فطلعت حتى الألمان يتكلمون عنها أنه ليش يريدون إفشال شتايجر ذا الحارس. هذه موجودة أنا أتفق معك، لكن أنا أتكلم خلنا بالمنطق اللي ينقل الرأي للآخرين، اللي يتكلم قدام الناس يتكلم. لما يطلع لك طيب رأي أبو أحمد يقول لا مو برأي، لا تصادر لا 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 لا, لا 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 الرأي. أنا أقول رأي أن المباراة هذه والله ما عجبتني، هذا رأي أنا ما شوف فيها الطريقة اللي تحقق رغبتي. لكن لما انا اجي اقول راي، اقول والله المدرب مفلس وتوه ما له الا مباراه. لما اقول له اختياراته، طيب انت من تختار منهم اللاعبين اللي تختار؟ لا في لاعبين غيرهم. ما في اجابه، ما هي ليست مصادره الراي. والراي له قيمته، والراي له وضعه، والراي له المجال اللي يدخل فيه. لما يجيك واحد يكلمك براي في شيء ما يفهم فيه، انت توقف بعد. انا هذا اللي اقدر اقوله. اقول منتخب ما زال في بدايته، قدراته جيده، علينا ان ننتظر لا نستعجل. بما أنه يقول محللين خلينا نروح للمحللين هنا. دكتور جاسم، على هذا المنتخب وهذا النتيجة كانت إيجابية مع سنغافورة، مباراة مختلفة الآن تلعب أمام فلسطين على أرضه وبين جماهيره. العمل اللي قدمه رينارد من خلال هذه المجموعة الموجودة معه، شوف احنا خلينا ننظر للاستقرار الفني مهم جدا. مسألة الاختيار طبعا أنت شلون تحاسب المدرب لما يختار؟ هو بيختار طبعا من حصيلة الدوري، صحيح، من ناتج أداء لاعبين لمراكز معينة هو يختار المدرب. حلو. عشان تقدر أنت تحاسبه لابد أنه هو اللي يختار، يعني ما يفرض عليه أسماء أو يمرر عليه أسماء. نعم. فبالتالي هنا تخلي الكرة في مرمى المدرب، بحيث أنه لو حصل لا قدر الله إخفاق أو خلنا نقول سوء في النتائج أو عدم تحقيق رغبة وطموحنا حنا كسعوديين في مثلا وصول للبطولة أو التأهل لكأس العالم، إذا هنا تجي المدرب تقدر تناقشه. بس من يناقش المدرب؟ أبا الله بد يكون ناس فنيين.
حلو. انت تتكلم عن المحللين بجيك الان. طيب. صارت الدعوه ايه. كل من جاء صار يحلل المشكله هذه. لذلك انا اتفق مع الاستاذ عادل والاستاذ مساعد ان المجموعه اللي موجوده الان هي يعني افضل الموجودين. يعني ومن المفترض ان اذا احنا نفكر لو 2021 يجب ان تشوف متوسط اعمار اللاعبين حتى وصول هذه البطوله. اللي ارى انا الان في شباب الان صغار يعني ذكر لك المالكي ذكر الحمدان من اللاعبين يعني يبغى لهم وقت. انت كيف هو يكتسب الخبره وياخذ الثقه في نفسه ويبدا يبادر ويصير ايجابي مع المنتخب اذا لعب بدون ما تعطيه فرصه اللعب لا يمكن تقدر تحاسبه. ممتاز. مسألة الاختيار من الدوري وجود ثمانية أجانب أنا مش ضد وجود الثمانية ولكن هيقلل فرص مشاركة اللاعب السعودي. حلو. أنت عندك مشكلة في جميع الخطوط. حراسة المرمى عندك فيها مشكلة. الدفاع عندك فيها مشكلة. يمكن أفضل خط عندنا هو الوسط يعني مطمئن نوعا ما. الهجوم عندك أرضا مشكلة. كأس آسيا الأخير ندور رأس حربة مبلاقين الأندية عشان يشارك مع المنتخب. فهذه عندك مشاكل في ثلاث أثلاث الملعب ثلث الدفاعي والوسط والهجوم. قول الوسط يعني ما شاء الله في خلية من اللاعبين مميزين وقاعدين يؤدون أدوارهم بالشكل الإيجابي سواء من ناحية دفاعية ومن ناحية هجوم. لكن الأهم اللي هو الثلث الدفاعي اللي فيه أخطاء. عندنا مشكلة في العرضيات لا زالت موجودة. مشكلة في التغطية على مستوى التغطية الشخصية ما زالت موجودة. التنظيم الدفاعي بشكل عام ما زالت موجودة. التفاهم ولغة الاتصال بين حارس المرمى والدفاع هذه كلها أمور فنية يعني ما يحس فيها إلا الفني. يعني يشوف أنه في مشاكل في عملية بناء الهجمة مشاكل في عملية إنهاء الهجمة من المنافس ضدك وكيف تبدأ أنت بسرعة تستغل المساحات. هذه كلها طبعا أكيد رينال مدرب جيد زي ما ذكروا الأخوان لكن ما نقدر نحكم عليها الآن. لابد تجيب فرق قوية على أساس تكون ند لك تبين مستوى المنتخب السعودي. لما تتأخر مع فريق منافس لك ما هي الحلول اللي تقدمها قراءتك للمباراة. لأن المدرب ترى أوكي ممكن استراتيجية الإعداد مهمة الإعداد للمباراة أيضا مهم قبل المباراة الأساسية لكن الأهم من ذلك كيف تقرأ المباراة أثناء المباراة. لأن ممكن لاعبين مفاتيح فوز عندك يكون مستواهم غير جيد في المباراة فيصير عكسي عليك. حلو. كيف تعمل الحلول والفريق المنافس أكيد بتشوف نقاط القوة عنده. ممكن مثلا يكون عنده خط سير بناء الهجمة يكون جهة اليمين في المباراة هذه عكس لك. حلو. وانت حاط لاعبين تقريبا يحاولون يحدون من خطورة هذا الخط. طيب. فهنا اللي أقصده أنا أبغى أوصل عشان أختصر عليك المدرب لابد يكون يقدر يقرأ الفريق المنافس اللي أمامه. إذا ما عنده هالقراءة يعني أنا أعتبره مدرب عادي أي مدرب ممكن يدرب المنتخب السعودي. لكن اللي باين تاريخه كويس تعامله مع المنتخبات اللي سبق في أفريقيا ممتاز. يبقى هنا الأدوات اللي عندك هل تنفذ الفكر اللي يبغاه حسب إمكانيات اللاعبين موش حسب فكره. لأن طريقة اللعب دائما تعتمد على إمكانيات اللاعبين وليس على فلسفة المدرب اللي يراها هو. يعني هو اللي يوصل اللاعبين ما هو هم طبعا يوصلهم. هذا هو الصح ينزل من فوق لتحت لمستوى وفكر اللاعبين ويبرمج هاللاعبين بشكل فني يتحركهم بشكل إيجابي وسلس. نعم. المحللين ايش فيهم كل من هب ودب صار يحلل وهذه مشكلة. احنا نتكلم أساس بس ما يعني ما نقلل من أحد. مش معقولة لاعب يترك الكرة اليوم قاعد لي في التلفزيون يحلل لي مدرب قيمته 50 مليون مثلا وهو ولا دورة تدريبية لا في تحليل ولا في تدريب رغم أن في مدربين كثير عندهم الخبرة وعندهم كذا خليه يجي لما ينقد فني مقبول. أم بيجي لاعب اليوم معتزل بكرة جايب يقيم لك مدرب منتخب ولا يقيم لك مدرب نادي مدفوع فيه المبلغ الفلاني وشي في حقه يعني عالمي يعني ما فيها نوع من المنطق ليس تقليدي. بس دكتور ما يعني ما تصادر آراءهم هذول لهم برضو خبرة وأراء. أنت جايب يحل المباراة جايب يحل بناء على خبراته. الرأي حق عبد الرحمن يقولها برا ما هو في التلفزيون الناس تسمع رأيه وممكن تأخذ برأيه وتبني عليه وزي ما قال الأستاذ مساعد من الكلام هذا ينجرف تيار كبير وراه أنه المدرب أخطأ. أنا عشان أحاسب المدرب في خطأ فني لابد اللي يقيم عمله
شخص فني. أوكي في أخطاء ظاهرة مثلا نهائي الهجمة، لما توفر عندك مثلا 10 هجمات في شوط طيب داخل الصندوق وما تم تسجيلها، من المسؤول عنها؟ المدرب ولا اللاعبين؟ أكيد اللاعبين. أدوات التنفيذ بعد لها دور. نعم. يعني ممكن توفر لك فرصة ومن فرصة واحدة تسجل. حلو. لكن مستواك ما كان جيد. فهنا طبعا شوف المعادلات هذه متفاوتة من مدرب لمدرب. لكن أتمنى حتى انتقاء المحللين يجب أنه يكون حتى الإنسان اللي يطلع على الأقل مؤهل نفسه لما يتكلم ويقيم عمل مدرب فنيا يكون مؤهل للشيء. ممتاز. أبو نواف تعليقك على كل هذا الكلام اللي دار عن المنتخب السعودي. أنا ودي أروح لمساحة ثانية اللي هي مساحة المنتخب اللي منتخبنا السعودي حاليا، يعني لا يجب أن نتعامل معه بتاريخه ولا بإنجازاته السابقة. طبعا هذا الكلام مو يعني رغبة منا في أن ما نتعامل يعني في أن نحاول نسوي الفجوة بين ماضيه وبين حاضره، ولكن الواقع هو اللي فرض علينا هذه الحالة. عادة يعني المنتخبات الكبيرة اللي يعني تصل يعني بحجم المنتخب السعودي في القارة الآسيوية وإنجازاته وما صنعه خلال 30 سنة أو أكثر، لو وفق هو وكان امتداد لبعض يعني ممكن وقتها نقول نطالبه دائما بدائما بالإنجازات ودائما بالمزيد وما ما نرجع خطوات للوراء. لكن طالما أن يعني ممكن أنا ذكرتها قبل المرة حدث فيه فجوة فنية بين مرحلة ومرحلة وما تم تجسيرها بالشكل المناسب، فأصبح علينا أن يعني دورنا الحقيقة اللي يعني يتطلبه منا هو فهم الحالة. لازم نكون فاهمين يعني وضع المنتخب الآن. إذا فهمنا وضع المنتخب الآن حاليا من خلال ما يملكه من عناصر، من خلال ما توفر له من أجواء، من بيئة، من مشاركات، من 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 تسلسل يعني تاريخي على المدى القريب الماضي. فمن هنا نبدأ ثاني مرة نحاول نصنع الرأي حوله ونبدأ تبدأ متطلباتنا أو ما نطلبه من هذا المنتخب. ممتاز. مبني عليها. ممتاز. اللي حاصل الآن إنه ما بين يعني منقسمين في حالين، في ناس تتعامل مع المنتخب على اعتبار إن المنتخب هذا المنتخب السعودي اللي معروف واللي لا بد إنه يستمر كما هو. طيب. وآخرين يرون إن المنتخب هذا ممكن أعدناها قلنا يمكن في حالة تكوين أو في حالة تكون جديدة. ممتاز. الرأي طبعًا هذا بوجود مثلًا الدكتور والكابتن صالح والكابتن خالد ممكن يكون يعني تعليق جدًا مفيد. حلو. في هالجانب. حلو. طبعا المتعارف عليه انه ما في منتخب مثلا يبنى، لكن هذه يعني العنوان العريض هذا يعني مو على الاطلاق. احيانا المنتخب يتعرض الى انهيار فيحتاج انك تبنيه من جديد. نعم. لاي سبب من الاسباب. نعم. غياب يعني جيل كامل، حدوث مثلا تراجع في مستوى الكره مثلا في البلد او في الانديه او 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 الى اخره، اي اسباب كانت. طيب. فانت امام واقع الان البناء في المرحلة هذه هو أعتقد العنوان العريض للمنتخب السعودي. وأعتقد أن الـ يعني الـ وجودنا في التصفيات الأولية قد يكون فرصة سانحة لنا أن نحاول يعني نجعل هذا المنتخب أن يتماسك ويرجع إلى يعني خطوة للأمام. على اعتبار أنه يتهيأ يعني إلى مرحلة تخدمنا على مستوى البناء. لعله يعني يقول لعله البعض يطرح لا العكس. لا المرحلة لا في ناس يقول لك المنتخب السعودي يجب انه يفوز على اليمن وسنغافوره واوزبكستان ويكون الاول ليش كيف ما يقول لك. هو بس على اعتبار يعني من خلال المرجعيه او الماضيه للمنتخب بالتاريخ، والتاريخ عاده مو دائما يعني يخدمك في اشياء كذا. نعم. فانا اتمنى الحقيقه يعني في هالمرحله هذه ان يكون يعني حواراتنا حول المنتخب اقرب الى الالتفاف حول المنتخب، مساندته ومساعدته اكثر من مسألة يعني تصيد أخطاء أو خلافة سواء عناصرية أو تدريبية. نعم. وإن كانت تحدث ويجب أن التنبيه لها، ولكن لها طرقها يعني التنبيه لها يعني لها طريق أو لها طريقة مقبولة وتخدم في التصحيح وفي أشياء لا تهدم. فأنا هذا اللي أتمناه للمنتخب في هالمرحلة. المنتخب الآن هو يعني عناصره أفضل الممكن، هذا ما عليه خلاف. وهو ايضا يبشر بشيء يعني يمكن ان يعني ان الواحد يعني يامل عليه زي ما تفضل استاذ عادل، على اعتبار انه في عناصر
في سن صغيرة، في عناصر جديدة، وفي عناصر مجموعة لعبت يعني على الأقل كذا مشاركة، من بينها مشاركة المونديال. هذه لعل المجموعتين هذه يعني ينتج عنهم فريق جيد يستطيع أنه يعني يستمر في الـ هنقول يستمر في عطائه، ويحاول يذكرنا بشيء من 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 شكل ومن ثقافة اللاعب السعودي في 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 المنتخب. أنه أمل طبعا كثير على المدرب أنه يصنع هذه الحالة من خلال المتوفر له من إمكانات. طيب روح للفاصل الأول وارجع أكمل مع ضيوفي. يا أهلا ومرحبا فيكم مرة أخرى في برنامج الديوانية. أمس يمكن عرضنا زميلنا خضير البراق اللي كان موجود في الحفل الذي أقامه عبد العزيز الحميد وهو عضو شرف نادي التعاون، عرضنا الحديث على أو لقاء مع ياسر المسحل وكان أيضا حسين الصادق. اليوم نستكمل هذه اللقاءات اللي أجراها الزميل خضير البراق في هذا الحفل، نتابع. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم لك الحمد، ألف ألف مبروك فوز منتخبنا بثلاث أهداف مقابل شيء أمام منتخب السنغافوري، ولأول مرة المنتخب في منطقة القصيم. الكل يعلم ويعرف أن منتخبنا الآن كبداية جديدة، سواء من أجهزة فنية أو لاعبين شابين، شفنا اللاعب عبدالله الحمدان أو أكثر من لاعب، فالمنتخب الآن ولله الحمد يسير بالطريق الصحيح. ليس هذا كامل الطموح، ولكن الجميع يعلم مباراة إلى مباراة منتخبنا يحتاج منا الدعم أولا والمساندة، ومن ثم الصبر على الجهاز الفني. أنا أعتقد هذه ثانية أو ثالث مباراة للجهاز الفني، الأهم الكسب الثلاث نقاط والسير خطوة خطوة في التصفيات، وبإذن الله سوف يصل إلى منتهى الطموح ومنتهى عشاق المنتخب وصفة عامة للكرة السعودية. السير الثلاث نقاط، ما الذي يجب علينا في مباراة فلسطين القادمة؟ الحذر ثم الحذر، يعني لا ننام على الثلاث نقاط ولا نقول المستوى اللي قدم المباراة الماضية أنه كامل الطموح للجميع، سواء منسوب المنتخب من أجهزة إدارية أو فنية أو كان نحن متابعين رياضيين أو كالجمهور الرياضي. أنا أعتقد مثل ما ذكرت أن هذه خطوة خطوة، مباراة مباراة، لازم نعمل ونحذر للمباريات القادمة. تعرف أنت ذاهب كخطوة أول تلعب في الأراضي الفلسطينية في منتخب لديه الطموح على أرضه ولأول مرة، أنا أعتقد لابد من الحذر، لابد من الاحترام الخصم قبل كل شيء. بإذن الله ثلاث نقاط أخرى والسير خطوة كخطوة بإذن الله. تواجد المنتخب يعني في منطقة القصيم هذا يعطي انطباع مهم جدا لأبناء منطقة القصيم، أن المسؤولين في الرياضة وعلى رأسهم سمو رئيس مجلس الهيئة العامة للرياضة ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وأعضاء الاتحاد السعودي لكرة القدم اهتمامهم بأبناء منطقة القصيم أو بشباب منطقة القصيم، وذلك بتواجد المنتخب في أحد مبارياته الرسمية ليكون على أرض منطقة القصيم. والله حقيقة أعتقد أنا من وجهة نظري بداية الاستقرار على التشكيلة والاستقرار على الطريقة، البعد ابعاد اللاعبين عن التفاعل الإعلامي حقيقة، اللي أعتقد أنه أصبح إعلام أندية وليس إعلام منتخب. يجب إبعاد اللاعبين عن التفاعل الإعلامي. الحقيقة ما قصروا للوضعية والظروف الموجودة، أعتقد أنهم بيضوا الوجه. صح أنه ما كنا نتمنى تكون النتيجة أكبر، وتعرف يعني اللاعب الأجنبي، خلنا نكون صادق معك، يعني حظوظ اللاعب السعودي صارت ضعيف أنه يكون كلاعب أساسي. طبعا نسق المباريات يختلف عن نسق التمرين، لكن اللي شفناه بمباراة بظل يعني مثل حي الشهري وكذا لاعب، يعني يعتبرون بأنديتهم لاعبين احتياط، فاللي قدموا يشكرون عليه، وإن شاء الله القادم أفضل بإذن الله تعالى. يعني لابد نكون إحنا مؤمنين إن في كرة القدم من مباراة لمباراة راح يكون المستوى ولا الأفضل، خاصة المدرب عرف اللاعبين بشكل أفضل، اللاعبين التجانس يكون بشكل أكبر، فإن شاء الله مباراة فلسطين راح يقدمون إن شاء الله مستوى ونتيجة بإذن الله تعالى.
والتفاؤل طبعا شيء ضروري. قد يكون المباراة مثل ما تفضل أخوي منصور، لكن دائما الظروف، كل مباراة لها ظروفها طبعا لها وضعها، لكن الفوز هو المطلب. لا بعتقد العكس، اللاعب المحترف الآن أعتقد ما تفرق عنده، لا شك أنه طبعا اختلاف الوضع، لكن الحمد لله بالعكس لاعبين على قد المسؤولية، وأعتقد ما راح تأثر فيهم المكان. طيب يعطيك العافية خضير على كل هذه اللقاءات ورؤساء الأندية اللي ظهروا في خلينا نقول الاحتفال بالمنتخب السعودي ولعبها في منطقة القصيم. خالد زيد أسألك عن الحديث اللي قبل شوي دار عن المنتخب والآراء اللي كانت مطروحة على المباراة القادمة بالنسبة لمنتخبنا، واللي مختلف فيها الأجواء، مختلف فيها الضغط الجماهيري، نوعية الأرضية، فيها تفاصيل كثيرة المباراة. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعني أثني على كلام الدكتور، بالأمانة منتخب يعني للبناء. ماني دكتور ترى، أبو لما الله يحفظك. فعلا يعني الموجود اليوم، ليش أنا أقول لك أن فيه بناء؟ لأنه لو تجي العمر اللاعب موجودين الآن يعني تقريبا ما بين 23-24 سنة، وهذا عمر يحتاج إلى فترة تطرق فيها أبو أحمد. والأمانة أنك لا تستعجل، على لا تضع أنك أنت اللي تشوف بالجانب يعني على نتائج تستعجل فيها، ومن ثم تبغى يعني تأخذ التحليل الفني الغير منطقي. يعني الدكتور الله يعطيه العافية تكلم بالواقع الفني اللي يعيش المنتخب اليوم. المدرب يحتاج وقت، المجموعة يعني تحتاج التوظيف وانسجام وثقة، لأن فيه لاعبين جدد ويحتاجون يعني. والمشكلة أنك أنت تقارن ما بين مرحلة ومرحلة زي ما تفضل فيها أبو نواف. فأنا أقول الجميع الأمانة يعني أعطى يعني واقع، تشخيص واقع للمنتخب في هذه المرحلة. أنا يعني ممنون للكلام الدكتور في موضوع التحليل الفني للمدرب واللاعبين وكيف يكون المنتخب. فيما يخص طبعا المباراتين الماضية، أنا أعتقد الحمد لله أنها يعني المباراة الثانية إيجابية، تشوف الفرق كيف لعبت فيها شيء إيجابي. لكن المنتخب الفلسطيني منتخب مو سهل، ويلعب في أرضه وملعب قد يكون صغير. نعم. وتأثير الجماهير يعني أتمنى طبعا من اللاعبين أولا، الجهاز الفني والجهاز الإداري انهم يعون هذه النقطه. لا يعني تعرف ان انت اللي حيتاهل الاول وافضل أربعة ثواني من المجموعات كلها، وهذه مؤثره كثير. فنتمنى ان يعني ان جميع الظروف اللي تحصل في ذهاب المنتخب لا تتاثر على الواقع الفني للمباراه. يجب أن يكون لديهم الخبرة الكافية في أنه إبعاد المنتخب عن جميع التفاصيل، والمنتخب يعني مهيئ لهذه المباراة وعنده قراءة فنية بإذن الله إن شاء الله لواقع المنتخب الفلسطيني. هو فاز انهزم من سنغافورة في الخارج، وفاز على أوزبكستان في فلسطين. أوزبكستان فازت على اليمن بخمسة اللي تعادل معك. فأنا أقول هذه الأمور يجب أن تأخذ بعين الاعتبار حتى تضع المنتخب في الوضع التركيز الذهني والفني والبدني اللي يصاحب هذه المباراة. صح داود؟ أنا ودي بس عبد الرحمن أرجع الموضوع تأثير ثمانة جانب. خلينا نكون واقعيين، احنا من 4-5 سنوات احنا نعاني في بعض المراكز. يعني لا حد يدخل ثمانة جانب في مستوى المنتخب أو تراجع نتائج المنتخب. هذه بالنسبه لي هذه وجهه نظر. الدكتور ربطها بالخيارات، يقول تكلم. لا انا اقول لك هي عندنا مشكله من كم سنه انه ما عاد عندنا مواهب. اي هذا شيء لاحظناه، ولاحظنا في اختيارات المدربين السابقين، والدليل ان السيد مارفك اعتمد على لاعبين بدلاء. نرجع للمنتخب. طبعا المباراتين مختلفه، طبعا المباراه الاولى اللي في البحرين تختلف عن مباراه القصيم في امور كثيره. والشيء الإيجابي أنه ردة الفعل عند اللاعبين بعد التعادل المفاجئ والمحبط في مباراة اليمن كانت ردة الفعل جيدة في مباراة سنغافورة، وإن كان المنتخب يعني أضاع العديد من الفرص، وكنا نتمنى المنتخب
يعني سجل عدد كبير جدا حتى يعطي يعني اللاعبين ياخذون ثقه اكبر ورسائل المنتخبات الاخرى. احنا بنواجه منتخب فلسطين، انا تابعت منتخب فلسطين امام اوزبكستان. الامكانات الفنيه هي مصالح المنتخب السعودي، الخبره من صالح لاعبتنا في المنتخب، في منتخبنا السعودي. كل الامور الفنيه كلها تنصب لمصلحه منتخبنا، ولكن في امور برضو في كره القدم احيانا تشوف انت التميز اللي عندك والفوارق احيانا تتلاشى او تقرب الامور بينك وبين المنتخب الاخر، لانه يلعب بقوه، يلعب باندفاع، يلعب بقتاليه. الشيء المهم اللي اتمناه انه ما تعتبر احتفاليه لمنتخبنا. يعني لاحظنا الان الاخوان في فلسطين ما شاء الله محتفلين بانه المنتخب بيوصلهم ان شاء الله بكره. نعم صحيح، وهذا امر انا ما اتمناه انه اللاعبين يعني صراحه يتاثرون باجواء المحيطه، لانه منتخب السعود عندما يحل على الاخوان واشقائه في فلسطين اكيد هذه فرحه عارمه للاخوان في فلسطين. ولا اتمنى تكون مباراه احتفاليه. اتمنى اللاعبين، وهذا طبعا دور كبير جدا على لاعيبه الخبره، على الجهاز الاداري تحديدا، انه يعني محاوله ادخال اللاعبين في اجواء المباراه، لانه لو التفتوا الى الامور الاحتفاليه والترحيب واللي بيشوفونه اعتقد ان ممكن في ارض الملعب لا سمح الله ينصدموا بواقع اخر. طيب، يصل المنتخب السعودي الى فلسطين غدا وسط اجواء ترحيبيه كبيره. مراسلنا في فلسطين محمد علوي رصد لنا هذا الترحيب، خلينا نتابع. من أمام مقر إقامة الأخضر السعودي في مدينة رام الله، محمد علوي، قنوات الرياضية السعودية، فلسطين. سام سعد العصيمي، شوف الحفاوة والترحيب بالمنتخب السعودي تكلم عنها صالح، ممكن تأثر. نعم، نعم، أي كلام يصير، أي شيء يصير، الفلسطينيين أهلنا، أحبابنا، عشنا معهم، مصيرنا في فترات المملكة العربية السعودية، يعني ما ذخرت في أي شيء حتى من عام 1948 أول ما بدأ
المد اليهودي والجيش السعودي، وحتى موجود في لو تدخل تشوف الشهداء السعوديين اللي عمل في 1948. يعني المسألة مرتبطة بكيان قائم محبة. أنا رسالتي اللي أتكلم عنها، شوف الأخوان الفلسطيني، الفلسطيني الحقيقي المحب، أما الناس المزورين اللي على مواقع التواصل هذول مو فلسطينيين، هذول تستغلهم دول حاقدة، يستغلهم ناس ما عندهم، يريدون إيش بس إنه دق الإسفين دائما بين العرب. لا. يعني تشوف تغريدات بكثرة مصنوعة، يعني تؤمن أنها مصنوعة أنها للتفرقة. أنا أتمنى حتى على جمهورنا الكريم إنه ما يندفع مع هذا، لأن الفلسطيني الحقيقي نشوفه الآن بالصور، الفلسطيني الحقيقي بكلمة الرئيس وكلمة الترحيبية بالمملكة العربية السعودية، نشوفها بالمسؤولين اللي بدأت كلماتهم تظهر، إن الصحفيين الفلسطينيين اللي أنا أشوفهم، أنا أتابع بعضهم وأشوف كلماتهم مين موجهة لي، موجهة في كلماته جميلة وراقية عن منتخب عربي كبير لي. أما أنه أنا أتمنى من لاعب المنتخب السعودي والإداري وحتى يوصل للجهاز الفني، احنا رايحين لمكان اخوه، هم بيقرون الكلمه كلنا الان، ما حد يستطيع انه يضع نفسه مغيب عن الاعلام، عن التويتر، عن الفيسبوك، عن الاشياء ذي، تبي تقرا اشياء هذه، صدقني هذه موجوده في عقول للاعب السعودي الان اذا كانوا يشاهدون او ان رساله لهم. نعم. نقول انه انت هذه موجوده في عقول من يكتبها، هذه الاشياء ترى تم العمل عليها بشكل كبير، سواء مع السعودي والفلسطين، سواء مع دول عربيه اخرى، في كل مناسبه او محفل او تجمع او حتى لقاء. اذا عليكم انتم كلاعبين سعوديين انكم حتى لو تسمع صوت، لو تسمع واحد وانت بالطريق يتكلم كلام غير طيب ولا شيء، ولا كان كأن لم تسمع اي شيء، اي شيء، يعني انت جاي في دوله ترحب فيك، اشقة احب، والامور اللي بيننا اكبر، لكن هناك من يريد، واعيد الكلام هذا، ان يدق الاسفين بين الاحبه. شوف اللي قاعد الان ويروج، وللاسف انه في ناس تعيده من كلام غير منطقي، كلام انا ما اتوقع ان هذول فلسطيني، هذول يا حاقدين يا انهم ينتمون لجماعات متطرفه معينه. صحيح. في مواقع معينه حتى في فلسطين. نعم. هذه الاشياء اللي احنا نريد ان نوصل لابنائنا اللي راح هناك، وحتى الاداريين، انه الهدوء، الرزانة في التعامل، الرقي في الرد، أنه لا تندفع مع أي شخص، قد يكون هناك شخص موجه لأي شيء أنت لا تندفع معه. العنوان الحقيقي هو ما تشاهده الآن على حائط اللي شفناه الآن في الصور. لا. العنوان الحقيقي، العنوان الحقيقي هو ما كلمة الترحيب من فخامة الرئيس. العنوان الرئيسي ما كتبه الفلسطينيون. شوف الناس اللي لهم مسؤولية جميعا، وليست المواقع المغيبة أو المصنوعة. هذه رسالتنا. والله يوفق الجميع. نورت فلسطيني على بالأخضر السعودي. شوفها أبو لمه. والله أبو أحمد كلمة جميلة صراحة، يعني كلمة مركزة ممتازة جدا، وبالتالي ما حضيف شيء، يعني ما حقول أحسن منه، لأنه هو إعلامي سياسي أصلا يعني، فكلمة حلوة. لكن أنا على كلمة الكابتن صالح فيما يتعلق، يقول هو راح، شوف، ترك الجانب الفني وراح للجانب النفسي والذهني. صحيح. وهذا كلام جدا صحيح. احنا الان تكلمنا عن الجانب الفني، لكن اليوم حب صالح الداود والله جدا، لا انا احب، انت حب صالح الداود اليوم مره هذه زمان احبني من زمان. ايوه علاقه زعلان ترى، ولساعه كان دوب اول ما طلع هو الكابتن خالد طبعا، وشوم الان بنتذكر دفاع الشباب والجيل الذهبي. فانا اقول ايش فعلا هنا دور مو المدرب، دور الاداره الموجوده، وحتى دور الكابتن. هي شوف خمسة، في انت عندك الجانب او الطاقة الذهنية والنفسية، وخبير فيها الدكتور، تعول عليها كثير في مباراة زي دي. نعم زي ما تفضلوا احنا اكفأ فنيا، الخبرة، الدوري السعودي، فرق منتخب فلسطين مع منتخب سعودي ياتي من اقوى دوري عربي الان. نعم. للأمانة يمكن حتى من اقوى الدوريات في آسيا. ولهذا انت ايش عند خطورة فلسطين في الجانبين النفسي والكرة السريعة، انا شفت هذا يلعبوا بقتال سرعة، فاذا انت تراخيت هدف واحد معناته ترجع لا سمح الله وانت خاسر. فهي فرصة منتخب السعودي انه يقاتل قبل لا يقدم عرض فني جيد، يعني الروح القتالية دي هي العنوان قبل دخول المباراة، أهم شيء في المباراة. أهم شيء، أهم شيء. دكتور جاسم، شوف الأمور النفسية ترى مشتركة،
حتى الإعلام الخارجي الجمهور له تأثير، يا يكون بالإيجاب يرفع في نسق وقوة اللاعبين أو العكس. بس شوف الأمور النفسية، شوف مراحل الإعداد في أي مدرب عنده إعداد بدني ومهاري وخططي ونفسي، النفسي رقم أربعة لكن مهم في جميع المراحل. الآن مباراة مثل هذه طبعا لازم تتعامل مع الظروف اللي تحيط فيك، شلون تتعامل وتعد اللاعبين بشكل جيد. أعتقد لاعباتنا يمكن خمسة ستة منهم لاعبين كأس العالم، صحيح متعودين على ظروف الجمهور على أي شيء ممكن يكون خارجي يؤثر فيك سلبيا لأدائك في الملعب، لأن هذا أول شيء بيفقدك التركيز. لما يفقدك في التركيز أثناء المباراة معناتها حوالي إلى 40% من مستواك الفني راح تفقده في المباراة، لأن جميع الأمور الفنية الموكلة لك من المدرب راح تفقدها تركيز. لأن تركيزك مشتت تركيز مشتت، وممكن يعرضك الإصابة. ترى بعض الإصابات تصير بسبب سوء تركيز في حركة معينة وتؤدي إلى إصابتك. إذن تركيز مهم جدا. شلون يصير؟ لابد يكون تهيئة نفسية. الجهاز الإداري له دور، الإعلام له دور، الجمهور له دور، اللاعبين بين أنفسهم والكابتن الفريق له دور، المدرب له دور. إذن المحيط اللي يحيط بالمنتخب من المفترض أنه يكون دافع معنوي كبير جدا للاعبين، وهو أنه يعد نفسيا ليدخل مثل هذه المباراة. إحنا أول مرة نلعب في ظروف مثل هذه، يجب أن نتعامل معها بشكل جيد، يجب أن ما يكون في التسرع. في فرق بين السرعة والتسرع، برضو هذه مشكلة ناس تخلط بينهم. فيجب أن يكون ما في تسرع. الحمد لله إمكانية زي ما قالوا الأخوان إمكانياتنا جدا ممتازة، لكن خلينا نقيس على مباراة اليمن، هل في نسبة وتناسب بينه وبينهم؟ ما في. أي واحد على الورق يقولك السعودية فائزة، صح؟ حنا كنا ندور التعادل. لذلك هنا برضو أمور نفسية مو بس فنية. نعم. كيف اللاعب أنه أول شيء يحترم المنافس، هذا مهم جدا في قاموس اللاعب. في نفس الوقت أنه يكون عنده حافز ودافعية قوية جدا، بحيث أن تاريخ المنتخب السعودي أو منتخبنا من 84 إلى الآن كم سنة؟ سنين. يا أول يا ثاني يا تنافس، يعني لك اسمك لك بصمتك. حتى في المشاركة الأخيرة ما كان عندنا حلول فنية كثيرة، لكن لنا بصمة موجودة في الله. فلذلك أتمنى اللاعبين إذا هم يسمعون أو توصلهم رسالة تركيز على المباراة فقط وما يملي عليهم الجهاز الفني. أي تأثيرات خارجية كانت إيجابية يحطها في جيبه ويقوي نفسه، إن كانت سلبية يخليها على جنب لين يخلص المباراة. خلص المباراة، أنا أشوف أبلغ رد على أي واحد مشكك في المنتخب السعودي هو النتيجة. خلص النتيجة حتى لو كان في سلبيات، أكيد بيكون في سلبيات، وأفضل شيء أنك يعني تعدل هذه السلبيات وتكون أنت فائز. يمكن الكابتن خالد الكابتن صالح لعبوا وما شاء الله مخضرمين، لك لهم أكثر من 40 سنة يكتبون عن الرياضة، ما شاء الله عارفين إيش إيش يبان 40 سنة. لما تجي كلمة منهم لما تجي كلهم تقريبا كتبوا عنا وحنا نلعب، وهذا شرف لنا أن نتواجد معهم لأنهم قامة رياضية وشرفنا وجودنا معهم. وأنا في نادي الدرعية، فأنا أقول لك يعني المفترض أني أخذ الإيجابي لي أنا كلاعب، وخاصة أن ما عندنا خيار أن احنا نفرط في أي نقطة من الآن. صحيح. وبإذن الله إن شاء الله المنتخب السعودي فعلا فوق منتخبنا. نعم. السعودي فعلا إن شاء الله الفوز، ونشكر الأخوة الفلسطينيين على استقبالهم وحفوتهم، وهذا مو شيء قريب. صحيح. اللي قال الأستاذ مساعد حنا اللي بيننا شيء أكبر من الرياضة وسيظل إن شاء الله. أعطاك واحدة يا أبو أحمد عشان ما تعترض عليه. أعطاك واحدة أخيرا. بالأخير رقدني شوي أعطاني، لكن سامحته. أنت من الاثنين سامحنا. بس ترى بالنسبة لصالح يوم تكتب عنه في الدرية كان بادي عمره 30. أنا ما في الدرية. بنواف المسائية. في المسائية. أنا ما كنت لسه توني في ثالث ابتدائي أو رابع وأنت في المسائية. لا خلا أنا أكبر من صالح. بعد أستاذ سعد كاتب عني أمل في 401. والله ما شاء الله ما شاء الله. مرحلة واحدة ليش يا عبد الرحمن إحنا مسلطين علينا إذا جيت أنا وسعد أبو لما طلعت الأعمار. والله أنا طالع من الموضوع خاصة إذا جاء أبو لما. عبد الرحمن تعرف بعيد عند الموضوع ولا قد. لا حتى أبو لما يعني هم بس اللي بيوصغرون فيهم اللي حكون عادة. تقول بنواف كاتب عنك 1410.
واحد كم؟ 1400 انتبه. طيب ابو نواف خليني ارجع لمباراه فلسطين. انا اقول صراحه ان المشاهد اللي طلعنا عليها من خلال التقرير التلفزيوني انا في تصور انها يعني مبعث فخر للاعبين قبل اي اخر يعني. وينظر ترى للمنتخب السعودي ولنجومه يعني نظره ترى مختلفه، يعني ممكن يكون احنا متعودين عليهم وبيننا يعني في بيت واحد يعني، وما نقدر ولا نثمن قيمه اللاعب بالشكل اللي يثمنه ويقدره الاخرين. انا متاكد في رام الله جمهور لهؤلاء اللاعبين ومحبين لهاللاعبين وناس تنتظر مثل هاللاعبين انهم يوصلون عندهم. لذلك انا هذه رساله ايضا او هذه ممكن تكون دافع للاعب نفسه ان يقدم نفسه ايضا بما يتوقع الجمهور عنه وبما ينظر له الجمهور، يعني ينظر اليه الجمهور فيه. يعني اوكي المباراه تنافسيه وما راح تعطي فرصه للامور خلينا نسميها الوديه خارج الملعب، يعني لو متاكد لو كانوا في ظروف اخرى كانت تلاقيه يمكن زيارات لهم في الاوتيل وتوقيع وقمصان والى اخره من الجماهير الفلسطينيه المحبه للاعبين السعوديين اسماء يعني من غير ما نعدد. حلو. الان يعني المباراه الان في هذا في ظل هالاشياء هذه كلها هي مفروض ان الان يعني نبعد عن كل هذا الموضوع كله كاملا ويدخل اللاعب لاداء مهمه معينه، هو ما له علاقه في اللي صاير ذا كله. هو جاي لهدف معين، التكريم والتقدير والاحتفاء، هذا شيء ايجابي وجيد ولكنه اطار عام للمناسبه، المناسبه اللي تخص اللاعب هي اداء هذه المباراه والظهور بالمظهر اللائق وتحقيق الانتصار. وهذا لن يتاتى الا باحترام الخصم، الانضباط التكتيكي، الهدوء، الثبات، الصبر، محاوله عدم مجارات الفريق الاخر في ستايل اللي يلعب فيه، لانه احيانا يعني انت لك اسلوبه وهم له اسلوب، يعني ان جريت له اسلوبه بتتعب. صحيح. يعني زي ما قالوا عندهم مثلا والله القتاليه، عندهم مثلا والله السرعه، القوه البدنيه والى اخره، هم بيعتمدوا عليها، مو لانهم الله اقوى منك مثلا بدنيا او لياقيا، ولكن لان هذه هي الاسلحه اللي هم يمتلكونها. انت تمتلك اسلحه اخرى. لذلك يجب انك تكون يعني قادر على اظهار هذه الاسلحه. يعني عندك الاستحواذ، عندك المهارة، عندك صناعة اللعب، عندك الخبرات التراكمية، حتى لو كان اللاعب أصغر سنا ولكن أنت جاي من دوري يعني مؤكد أنه يجعلك أكثر خبرة. الشاب السعودي يعني معتاد أنه يسافر لكل بلدان العالم، يعني ما عنده الرهبة ولا عنده الهيبة من الأشياء هذه في الجميع، يعني يفترض أن يكون مهيئ لأداء هذه المباراة على اعتبار أنها مباراة وليس على اعتبار أنها يعني مناسبة استعراضية ولا أنها مناسبة احتفائية ولا آخر. هذا المفروض يطلع من هال من من هال من هالصندوق هذا ويخرج إلى الملعب ويؤدي اللي عليه. وأنا إن شاء الله يعني متأكد أن هذه الأشياء هذه يعني متأكد أنها وصلتهم وتصلهم من خلال جهازهم الإداري والفني، وتدرج في ارتفاع المستوى للاعبين واضح من مباراة اليمن اللي أنا أتصور أن أسبابها أن الفريق اللي قدامكم هو يلعب تكتيك، يعني ما أدري شلون تلعب معه. إيه ولا ترى ما هي بجديدة هذه، يعني انت اصعب ما يعني اصعب يعني فريق تقابله اللي يلعب عشوائيا، يعني انت ما تقدر تبني عليه اي شيء. وش تبني عليه؟ ما تقدر تبني عليه شيء فنيا كمدرب خارج ملعب او كلاعب في الملعب. انت تتوقع منه انه يؤدي الكوره بهذا الشكل تلاقيه يؤديها بالشكل الاخر ذاك وينتصر عليك من خلال الخطا. طبعا هذا مش مبرر، ولكن اقول لك انه واحده من الصور. انا اعتقد لو جاء الفريق اليمني في يعني باذن الله في المباراه ما اللي هي الرد نعم اوكي هو الفريق اليمني نفسه، ولكن أيه؟ انت راح تكون ماخذ حساب مثل هذه الاشياء. أيه؟ وراح يعني لن تتعرض الى مثل هال نفس مثل هذا. صحيح. طيب خلينا نروح الفاصل وارجع اكمل مع ضيوفي. يا هلا ومرحبا فيكم مره اخرى في برنامج الديوانيه وضيوفه عادل عصام الدين، مساعد العصيمي، سعد المهدي، خالد الزيد، جاسم الحربي، وصالح الداود مع حفظ الألقاب. مراسل القنوات الرياضية السعودية محمد علوي زار ملعب المباراة وأخذ لقاء مع نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. متابع. أبدت إدارة ملعب الشهيد فيصل الحسيني سعادتها بزيارة المنتخب السعودي للمرة الأولى، معتبرين حضور الأخضر لفلسطين تضامنا مع الشعب المحاصر بحكم أن المملكة العربية السعودية
تمثل رمزا تاريخيا مهما. نحن نتشرف بهذه الزيارة التي تتم لأول مرة من أشقائنا الذين يأتون تضامنا مع شعبنا المحاصر. السعودية تمثل لنا رمزا تاريخيا مهما. لا تنسى الناصري هالقلعة العربية، بشر بسالب رجعة أهلها. السعودية الدور الذي تلعب والحجم التي تمثل في الوجدان الفلسطيني والعربي ودورها القيادي في العالم العربي أكيد يجعل لهذه الزيارة أهمية كبرى، وأكيد كل شخص في الشارع الفلسطيني والعربي يدرك هذه الأهمية. شهيد فيصل الحسيني هو أول مكان أو أول ملعب اعترف لنا فيه بحقنا في اللعب على أرضنا، ولذلك أن تكون الزيارة الأولى للمنتخب السعودي هنا واللعب أن يكون هنا يعني أكيد هذا تأكيد لهذا الحق، وخصوصا مع الدور الذي لعبته السعودية لتتأكد من أننا حصلنا على هذا الحق، وقد يعني دافعت طويلا معنا السعودية والاتحاد السعودي. والقدس العاصمة والأرصى عالمها في الملعب الآن، التحضيرات تجري يتم يعني حتى بشكل عفوي في الشارع الفلسطيني، جلب الصور والأعلام وعبارات الترحيب بالأشقاء السعوديين. من أمام ملعب الشهيد فيصل الحسيني شمال مدينة القدس، محمد علوي، قنوات الرياضية السعودية، فلسطين. طيب خلينا نروح معك يا خالد زيد، الحديث عن الملعب، ويعني يمكن انا وصلتني معلومه انه حتى اللاعبين طلبوا عزك الله السامعين احذيه مختلفه للملعب. اول شيء خلينا اول شيء يعني نشكر يعني دوله الرئيس محمود عباس على الرغبه انه يشارك المنتخب السعودي او يزور او يلعب في 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 فلسطين تحديدا في رام الله. انا اعتقد ان يعني هذا يعني عرفانا بدور المملكة العربية السعودية من عهد المؤسس من 48 إلى عهد سلمان الحزم والعزم، وأنا أعتقد أن يعني هذه السعودية موجودة اليوم، ويعني تحقيق هذه الرغبة من سيدي خادم الحرمين الشريفين، أنا أعتقد أنه هذا التشريف للمنتخب السعودي بوجوده اليوم في فلسطين. طبعا اعتقد انه الدعم السياسي والاقتصادي، واليوم نشوفه على المستوى الرياضي. لا شك ان الملعب انا اعتقد انه هو في 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 ظاهره يعني قانوني في المساحه، ولكن بوجود القرب المدرجات انا اعتقد يعطي الشعور لدى الفرق ان الملعب اقل من 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 ناحيه، وهذا هذا جانب. الجانب الاخر انه تغير الزراعه من 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 طبيعي الى صناعي، مع انه يعني معترف فيه في الفيفا من وجود الصناعي مع الربر هذا. فيبدو ان المنتخب السعودي بعد مباراه سنغافورة اعتقد تمرن في ملعب مشابه، وباذن الله ان شاء الله لا تكون عائق. انا اعتقد حتى احنا يمكن جربنا هذه الملاعب يعني الى تقريبا 65-70% ممكن تلعب عليها، يعني كره تمشي فيها. نعم ولا في تفرق ابو فيصل، لكن وش تفرق في الملعب مع اللاعب؟ تفرق طبيعه الزرع، يعني انت كل حياتك كنت تلعب على ملعب تختلف عندك قد يكون فيه رده فعل، ولكن انا اعتقد انه ما اخذ بالاعتبار. هل ابو فيصل سم اقصى الارضيه تصير اقصى؟ لا طبعا هي على انا اعتقد يمكن الاخ صالح والدكتور جاسم يعرفون انه ممكن يكون الجهد العضلي ممكن من الاختلاف الارضيه نوعا ما، ولكن وجود الان عزكم الله الاحذيه المناسبه لهذه الملاعب انا اعتقد انها حتى سرعه الكره تختلف. نعم، فانا اقول انه يعني الخبره وجود الان يعني العقليه الاحترافيه للاعب والجهاز الفني اليوم والجهاز الاداري، انا اعتقد ان هذه الامور هذه خارج
الحسبة بالنسبة لنا. احنا يجب ان نلعب في هذا المكان وان نعطي الأهمية لهذه المباراة وتفاصيلها الفنية فقط، التركيز ثم التركيز ثم التركيز على هذه المباراة من جانب فني وقراءتها للمرحلة المستقبلية. صالح، بمن تخصص كلاعب صناعي إيه ما يحتاج شوف تغير في الموضوع لا الملعب بادي من أيام الملعب قريب من أيام الترابية وبعدين الف 1401 كانت المطالب هذا الرجل تاكل تشرب معه 1401 لا 11 لا لا أنا أقول شوف الملاعب ترى عندنا كان ملعب الباطن مشابه يعني مو بغريب على بعض اللعيبة أنهم لعبوا على نفس الملعب على فكرة والأوروبا بس الباطن من فترة طويلة بس أقصد أنها ترى هي ميب يعني تختلف عن الطبيعي بشكل كبير لا ما لها تأثير بشكل كبير يعني المهم أنت كيف بتتعامل مع 90 دقيقة هذه ذكر الاخوان وظهر ذكرها بنواف الصبر بين قوسين الصبر عدم مجاراة منتخب فلسطين مع البدايه في عوامل اكيد المدرب واللاعبين بيتفقون على هذا الامر انه الاندفاع في اول الدقائق هذا متوقع مع الجمهور مع الفرحه بيكون في اندفاع في البدايه يجب انك تتعامل انت يعني كمنتخبنا يتعامل واللاعبين بذكاء يثقون في انفسهم طبعا انهم قادرين على العودة للمباراة والسيطرة على المباراة في دقائق أكيد بعد ما يمر تقريبا ربع ساعة من المباراة أنا أعتقد منتخبنا قادر أنه يعني سيطر على المباراة ويهدد يهدد مرمى منتخب فلسطين. الأهم عندي أنا هي الربع ساعة الأولى من المباراة. تسمح لي صالح تكلمت عن شيء أن الفريق الآخر عنده يملك روح وقتالية أنا أعتقد أن هذه مهمة ومطلب للفريق انه يعني يكون في ذهنه هذا كيف كيف تحبط هالتميز فرضا في الروح القتاليه وذي كيف انك تمرر جزء من المباراه بعدين انت تسيطر على المباراه اي روح قتاليه واي اندفاع بيصير المنتخب الفلسطين اذا انت بتحكم في الكوره مسيطر في ارض الملعب خلاص ما ادري حسيت الدكتور مو مقتنع لا لا مقتنع بس بضيف لا ما الناس ما رسوا تقول لي مو مقتنع مستحيل لكن نضيف طيب دورات لازم اللي يقولونه يطلع صح ممكن عندي دورات يعني ممكن حتى انا معرض لاني اقول شيء دورات التحليل جاسم عندي دورات طيب انت الحمد لله انت دوراتك غير مميزه يعني أول شيء الأنجيلة الصناعية طبعا تفرق يعني طبيعي 100% ما في كلام في الارتطام الكرة سرعة الكرة عملية نسبة تأثيرها كم يعني ما يتجاوز 40% كيف يوافق عليها كبيرة 40% لأنك أنت أول تنتقل أول شيء يوافق عليها الفيفا لا الفيفا موافق على شيء المخلوط اللي بين طبيعي والصناعي لا هذه يا دكتور أقرب اللي فيه الربر الآن إنه يساعد على إنه يكون نوعا ما امتصاص الكرة ويكون أخف مو بامتصاص حتى القدمين قبل شوي أنت ذكرته ممكن يؤدي إلى جهد اللاعب ممكن يؤدي لإصابة مثلا في ثبات الرجل في الأنجيلة لأنه مو متعود على التحرك فهذه كلها لها تأثيرات ارتطام الكرة من فوق لتحت التقدير لها في الهواء نفس الشيء يختلف لذلك لابد يتدربون عليها يعرفون الكرة لما ترتطم قدامه شلون يعمل المسافة اللي يستقبل فيها الكرة كنترول كيف طبعا ما في شك الشيء الثاني بالنسبة للأسلوب طبعا أنت احنا قبل شوي أثنين على المنتخب الخبرة وكل شيء في حاجتين مهمة في بداية المباراة كيف تمتص حماس وقوة الفريق اللي أمامك إذا كان قوي فنيا أما إذا بدنيا ونفسيا يبغى يفوز عليك بأي طريقة يعني لعب عشوائي وذكرها أبو نواف ممكن يصير هالشيء هذا يسجل فيك هدف ويخرب عليك مباراة لأنه يلعب بأسلوب أنت ما فاهم أسلوبه مش تقليلا في المنتخب الفلسطيني أتكلم كظاهرة عامة يعني. أنت بإمكانك رتم الأداء تتحكم فيه حكم الخبرة اللي عندك حلو رتم الأداء أنت ممكن أول ربع ساعة تمتلك الكرة قدر المستطاع لا تبادر مثلا يعني تفتح اللعب للنواحي الهجومية حتى يهدى الفريق اللي قدامك وبعدين تبدأ تشوف الثقرات اللي موجودة فيه وتشتغل عليها عدد الفرق اللي مثل هذه تلعب على الأطراف لأن العمق هم يتكتلون ويصعبون عليك المهمة الفرق اللي مثل هذه وايد يعني يفتح الملعب ما يقدر حتى لو فنيا يعني
قريب منك حتصير في أخطاء مع الفرق اللي تنافسك في نفس مستواك. لما تلعب على الأطراف حتكون الحلول عندك أفضل على المرمى. لكن من العمق أنت قلبين دفاع محورين ارتكاز، الظهيرين الوسط اليسار واليمين يضمون عليك، بمعنى هذا سووا لك صندوق من اللاعبين. لازم توسع اللعب. أي توسع اللعب تستفيد من المساحة، حتصير في ثغرات في التغطية بينهم وبين بعض، عرضية أحيانا ممكن خلف المدافعين هم يسجلونها في أنفسهم. فبالتالي اللي أقصد أن المنتخب السعودي هم المفروض من يتحكم برتم أداء المباراة من خلال أول الدقيقة، أول ربع ساعة إلى 20 دقيقة. ما نستعجل مثلا نحن نسجل، ما أنت مستعجل، عندك 90 دقيقة على مدار شوطين، بإمكانك تخلص مباراة في ثانية واحدة. وترى شوف من 84 هنا لنا تاريخ فيها، في آخر الثواني حنا نحقق فوز. في آخر الثواني خلاص مباراة تنتهي، حتطلع تلاقي نفسك مسجل ومتأهل. بس يا دكتور أنت قلت كلمة مهمة، أنا ودي يعني تقول أنه دائما الأنجيلة اللي مثل هذه تأثر 40%، إذا أنت بتأثر حتى على خطة المدرب وتكتيكه وتفكيره حتى في نهاية. إذا ما أخذها في الحسبان، إذا ما تعود عليها مثلا، هو لو تدربوا أسبوع تغيروا الله يكرمكم الحذاء المناسب للأنجيلة، خلاص الأمور طيبة. لأن أصلا بنفسه يفرق عندك. بكرة منتخبنا حيتدرب، يعني عنده يومين يتدرب على نفسه. اللي يفرق أكثر هي المهارة، مهارة اللاعبين مدامنها موجودة فما عندك مشكلة إذا تعودوا على الأرضية. لكن اللي مو بجاي مثلا جيبه من أرض زراعية طبيعية إلى صناعي مباشرة، حيكون حتى نفسيا مو مرتاح لانه مو متعود على الارضيه. صحيح. ولكن الان لما يتعود على الارضيه، لا بالعكس ان شاء الله. لو تعود يومين ثلاثه يعني ممكن، مو احنا ما نقول يومين ثلاثه انها تكفي، لكن على الاقل احسن من لا شيء. احسن من لا شيء. والتجربه عندنا في الدوري باينه، فرق فازت، يعني الهلال لعب مع العروبه هناك فاز، النصر لعب فاز، الاهلي فاز، حفر الباطن. اي حفر الباطن نفس الشيء موجوده يعني، بس شلون تتعامل معها؟ اذا الخبره في التعامل مع الارضيه موجود، بحكم ان اللاعبين لعبوا على ارضيه صناعيه. نعم. في الدوري السعودي. صح. والفاصل موجود. والفاصل تفضل. والعروبه 1401 هذا الانجيل، لكن لا زراعي ترى. هذا فاصل. يا هلا ومرحبا فيكم مره اخرى في برنامج الديوانيه. نروح للبيان لنادي الشباب واللي اصدر اليوم. اقرا جزء من البيان. اطلعنا على البيان الهزلي الصادر من اداره نادي النصر، والذي يتهم فيه لاعبي نادي الشباب بالخشونة المتعمدة ضد لاعبيهم. ولعلنا نسأل مصدري هذا البيان، هل كنتم تشاهدون مباراة أخرى، أو هل تعتقدون أن لا أحد شاهد المباراة سواكم؟ فيما تحدثتم عنه لم يتم حدوث فما تحدثتم عنه لم يتم حدوثه في المباراة إطلاقا، إذ لم يتم تغيير أي لاعب نصراوي بداعي الإصابة. وما ذكرتموه أن اللاعب جوليانو تعرض للإصابة وتوقف عن اللعب لمدة شهر بسببها فهو كذب وافتراء، لأنه لعب المباراة التي تليها مباشرة كلاعب أساسي. ولو تم تطبيق المعايير الواردة في بيان تصدير الأزمة وتمت العودة لحكم الفيديو، لكان من العدل والمفترض طرد لاعبي فريقكم رابط الغنام محمد الله. وإننا إذ نشيد بالروح العالية والأخلاق الرفيعة لجميع لاعبي فريقنا، بالأخص الكابتن محمد سالم الذي لعب مباراة كبيرة وبروح رياضية عالية، ونطالبهم جميعا بأن يلعبوا جميع المباريات بنفس هذه الروح والقوة والتنافس، وأن يلعبوا أي مباراة قادمة مع النصر بروح وقوة وشراسة أعلى بموجب النظام والقانون. وختاما نؤكد الأخوة في إدارة نادي النصر أن البيانات لا تجلب البطولات ولا تحصد الانتصارات، وعليهم إبعاد نادي الشباب في أي أزمة تخصهم وعدم إقحام النادي ومنسوبيه بمشاكلهم وحلها أو وحلها بعيدا عنا. والله الموفق. طبعا احنا في هذا البيان تواصلنا مع الزميل العزيز سعود السرامي، وحاولنا انه ناخذ يعني ردة فعل حول هذا الموضوع او حول هذا البيان، لكن ما رد علينا سعود. نتمنى اذا سعود يسمعنا ويبغى يتداخل معنا في البرنامج يعلق على هذا البيان، وهو المتحدث الرسمي لنادي النصر. ابو لما تعليق؟ والله شوف، لو تلاحظ البيان كله يتعلق حول مساله واحده، مساله التحكيم. بيان النصر أيضا كان يتعلق حول موضوع واحد، موضوع التحكيم بما في الفار، يعني الفار والتحكيم في. أنا أشوف يعني صراحة النصر هو اللي
هو اللي كان اساسا بدا في بس البيان ترى للنصر ابو لما ما كان موجه للشباب بالضبط خمسه هو خمسه واخذ خمس مباريات انا جالس انا اضحك هو بيان الشباب يرد على جزئيته جزئيته هي تصدق هي بخمسه اجزاء انا اقول دحين معناها حيطلع الفتح ويطلع الرائد كل الانديه الخمسه اللي ذكرت كانت كلها بتتكلم عن التحكيم لانه الان ممكن تتوقع من الانديه الاربعه باقي اربع انديه ثانيه صحيح من حقها الان تطلع بيان طالع يعني زي الشباب لكن انا اشوف يعني وجهه نظري في المساله دي خاصه فيما يتعلق بالنصر وحتى والانديه الثانيه كلها كل ما قللت الخروج من يعني الملعب انت معناته مضيع الدوري شوف لاحظ ادرس ارجع للانديه دائما كل ما قللت ولا كل ما كثرت كل ما قلل الخروج من خليك دائما في الملعب خليك دائما في الملعب النصر شوف الفترات اللي هي حقق فيها البطولات كان مركز جدا حتى الفتره اللي جاء الامير فيصل بن تركي حقق بطوله بعد سنوات من المعاناه ممتاز. ركز ابعد او بيع ابتعد عن الاعلام شويه وبعدين حقق بطوله النصر نفس الشيء يمكن العام الماضي فانت انا شايف السنه النصر يعني بالعكس يعني انت الان لما تركز وتشغل الجمهور وتشغل كذا صحيح يمكن انت قد تعاني لكن ما انت مش النصر مو النادي الوحيد اللي بيعاني انا دائما اقول اذا كانت الانديه الكبيره دي تشتكي الثلاثه الانديه بالذات يا اخي مساكين الانديه الثانيه وانا وجهه نظري دائما اقول تبغى تشوف التحكيم الصح تبغى تحكم على التحكيم تبغى تشوف العدل روح للشباب والرايد والتعاون والاتفاق والوحده والاتحاد وحتى الاهلي كمان في الفتره الاخيره صراحه هذا الانديه هي هذا الانديه هي اللي انت من خلالها تعرف اذا كان التحكيم كويس ولا لا لكن اذا كانت انديه النفوذ القويه بتشتكي فانا اشوف طيب اذا كان مثلا البيان بالنسبه للنصر يرى ان هذه حقوقه ويجب انه من حقه عليها من حقه ويجب انه يصدر عنها بيان بالعكس من حقه للاعلام من حق النصر ويمكن يكون ظلم زي ما ظلمت انا اقول لك من حقه لكن انا ارى انا بس انا وش انديه النفوذ هذه انا ايش تقصد الانديه الكبيره الانديه الكبيره النفوذ باعلامها نعم نفوذ بجماهيرها نفوذ بقوتها بكلمتها انت الان شوف احنا بنتكلم انا عن بيان نادي النصر لو طالع نادي صغير اخر وطلع بيان يمكن ما كنا نلتفت صراحه هنا النفوذ بعدين هذه الانديه يعني نفوذها ما هو بس السنه دي نفوذها من زمان من سنوات طويله معروف انديه النفوذ القوه دي حتى على مستوى العالم ترى حتى على مستوى العالم لما تيجي الاهلي المصري ولا لما تروح مانشستر يونايتد يعتبر النفوذ الاقوى في بريطانيا تروح بايرن ميونخ في المانيا هذا شيء طبيعي حتى دائما انت مباريات الديربي تبنى على النفوذ لما اقول لك فريقين النفوذ قوه التاثير على الراي العام هذا اهم شيء بس احنا عندنا هنا ما نفهمها بهالطريقه لما تقول نفوذ الكل حيفسرها بطريقه ثانيه لا انا ما اقصد النفوذ انا اقصد النفوذ نفوذ النادي قوه النادي حتى نفوذ النادي اللي هو الدخول في الاتحاد السعودي وتغيير القرارات هذا 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 جانب اخر يمكن يكون فيه نوع من الصحه بالنسبه لتاريخنا طبعا معروف الانديه انا ما ابغى اخوض هذه المساله انا اتكلم قوه نفوذ النادي شعبيته تاثيره على الراي العام انا اللي ابغى اقول نادي النصر بالذات والله لو يركز لو يخرج لو يترك الاعلام شويه بالعكس انا اشوف افضل له افضل كثير يا اخي انت بعدين في الفتره الاخيره هلال نصر كثير يعني ملينا صراحه والله الواحد يطفش تجي تفك على الفار هذه الجهه بيهاجم ويقول احنا مظلومين في الفار تي اجي طالع نفس المباراه يقول لك احنا مظلومين ما هذا النصر شباب ما له علاقه الهلال لا نتكلم في من بدايه الموسم مش على المباراه بشكل عام لكن النصر تحديدا أنا أشوف يعني زي البيان هذا ما أدري هل يخدمهم ما أعرف هل هو حيشكل ضغط على يعني لجنة التحكيم ترى خلاص كفاية كذا ممكن رسالة بس أنت كأني إذا فهمت كلامك كويس أبو لما أنك تقول بيان النصر كان محاولة إشغال إعلامية إشغال؟ إيه لا مو اشغال لا انا لا هم اشغلوا انفسهم انا اقول لك حتى الاداره هو البيان اداري يعتبر لما يطلع مصدر من مركز معناها من اداره النادي موافقه على اداره النادي انا اشوف اداره النصر في افضل فتراته ابتعد تماما عن الضجه والضوضاء دائما الهدوء والله التركيز شو الان زي ما يسوي الهلال الان اداره الهلال هي الافضل
حلو. أفضل من بين كل الأندية الخمسة الكبيرة أو الستة الكبيرة. أفضل إدارة، لا تصريحات، أنا ما أشوف تصريحات لرئيس النادي. طيب. وبالتالي انعكس هذا على الأداء. شوف أداء الهلال الآن وقارنه ببقية الأندية. مو النصر بس، حتى الاتحاد، الاتحاد كله مشاكل، حتى الأهلي كان في مشاكل وقرينا عنها. الأهلي كان بمنأى عن هذه المشاكل، وبالتالي شوف النتائج كيف كانت. سام سعد عصيمي، تعليقك على هذا البيان بالنسبة للشباب والرد على بيان النصر. شوف، خلنا نأخذ من الجانب الإعلامي، يعني أنا ممكن التفاصيل وعملية التأثير على اتحاد كرة القدم وأشياء، أو أنه التأثير على قرارات قد يكون هو الخطاب مباشر جدا. وشخصيا أنا ما أحب البيانات اللي ضد بعض، اللي تظهر دائما هذه، لأنها توجد خلل حتى في فهم العمل الرياضي اللي احنا قاعدين نقوم فيه. لأنه يجب أن نكون إيش، أنه دائما متطلعين للأشياء الأفضل. بالجولة الخامسة يصدر بيان، أنا ما، والرد حتى من نادي الشباب ووصف البيان بالهزلي وغيره، أنا أعتقد أنه أبعد. لكن أنا أخذ الجانب الخارج الموضوع اللي هو المتلقي. كيف ردت فعل المتلقي الآن؟ كيف يستمتع مثلا الجمهور، مثلا جمهور نادي النصر، أنه يبي يرى أنه خلاص أنه ناديه، أنه العمل عليه قائم من خلال إذا كان هذا البيان الرسمي اللي يصدر توافق عليه إدارة النادي أنه يصدر. ومثل هذه الأمور توجد لنا بلبلة وكلام كثير على مواقع التواصل الاجتماعي تشغل الناس بشكل غير جيد في أمور ما تعتقد أنها صحيحة بالمية. من اللي ما يعتقد؟ ما أنا اللي ما أعتقد. أنت ما تعتقد، لكن غيرك يعتقد. خلي بكمل أنا، ما أنت أخذت نصف الجملة ولا تقرب الصلاة. ما يعتقد أنها صحيحة. في شخص يرى أنه مثلا أنه ناديه هو اللي متضرر، يرى أنه بيان نادي النصر وزي ما رد عليه الشباب رد أنه متضرر. إذا نحن أمام مسألة قائمة الآن، أنه كل واحد إيش يرفع علم المظلومية، وتبي تزيد المسألة. ما دام انه انا اتمنى انه حتى هيئه الرياضه تتدخل، ما دام الانديه بالشكل هذا، انه الارتقاء بالخطاب. ليش؟ لانه احنا ناثر على الناس، قاعدين ناثر حتى على المشاهد المتلقي. اصبح الان والله يا جماعه الخير انه من ردود فعل تشوفها ومنتشره بشكل كبير، انهم يتذكرون قضايا لها 30 سنه، تذكر اللاعب اللي شال الكوره واللاعب اللي، يعني احنا متطلعين الان تو كلام الزملاء عن المنتخب، ويتكلمون حتى عن الحاجة اللي يحتاجها المنتخب، انه الالتفاف زي ما قال ابو فيصل، انه الان المنتخب اكثر ما يحتاج من دعمنا الالتفاف ودعمه. حتى الاندية، انت ناديك متطلع للبطولة، ادعمه بالاشياء اللي تقويه، لا تدعم بالاشياء اللي تضعفه. انه ترى خسرت النقاط بسبب كيت وكيت، هذه والله يضعف، هذه خروج من الملعب، خروج من الملعب بشكل قاطع. هو يتكلم ابو احمد عن اشياء في الملعب، يعني لما الحكم يكون مثلا تسبب اني انا انهزمت في المباراه او تاثرت في المباراه، هذا شيء جوا الملعب. عبد الرحمن، انت لما تكتب بيان، تكتب بيان مفصل بخمس مباريات، هي مجموع المباريات اللي لعبت، وانا صار لي كيت وصار لي، يعني كان يفترض انه مثلا احنا خلينا نقول انه ايش، انه استفتاء اعلامي صار، السؤال الانديه كيف عدد المرات اللي تاثرت فيه. تلقى ما تشارك، يمكن ما يشارك الا 10 انديه، او ما تشارك كل الانديه كم مره تاثرت من التحكيم والتحكيم. نعم. يعني انا اتكلم لك بالمنطق، ما اتكلم، انا لست ضد احد ولا ابالغ بالكلام. نعم. ضد احد ولا غيره. انا ردت فعل الشباب اليوم هي تعطيني ايش المدلول اللي انا كنت ابحث عنه. ردت فعل الشباب وتوصف الخطاب بالهزلي، اصبح خطابنا يحتاج الى اعاده نظر. أصبح حتى خطابنا، تفاهمنا، احترامنا البعض والله يحتاج إلى إعادة نظر. صرنا ما نحترم بعض، يعني حتى الخطاب اللي شفناه، ولا تزعلوا مني، حتى بين عضو الشرف الأهلاوي الأمير منصور بن مشعل وبين المدير الكرة وبدين، يعني خطاباتنا أصبحت والله كأني أتذكر مثلا أنا كنا أقراها بالصحافة المصرية، طبعا هم أساتذتنا، لكن كنت أقرأ الردود في بينهم، كانت والله العظيم أنا أقول يا الله يا رب أن ما تجينا ما تصير في صحافتنا، بدأنا الآن نصل لها. ردود من هذا ضد هذا إلى درجة أنها تلغي الآخر بشكل كبير. شوف خطاب النص موجودة من أول أبو أحمد، ها؟ موجودة من أول على مصر. لا لا لا، بس عملية الإلغاء اللي قائمة الآن، أنا معك أنه كان في يطلع رئيس نادي يصرح، ويطلع رئيس ويقلل، لكن أقول لك
اخي الناس تتطور يا اخي، الناس ترتقي. انا ما اقول لك انها ما هي موجوده، بس هذه هي المنافسه. يعني المنافسه ليست يعني خارج البعض بيشوف كلامك، بيشوف كلامك ابو احمد لا, لا تزعل مني، بيشوف كلامك مثاليات زايده لا في التعاطي. مثالية عبد الرحمن قد شوف احنا كلنا نطمع ان نكون مثاليين، لكن مو بطب البيانات اللي في كره القدم. انا اتكلم في كره القدم، كره القدم ما تتعامل والمنافسه. عبد الرحمن كره القدم، هذا الموضوع عبد الرحمن عبد الرحمن كره القدم ما تعامل بالطريقه ذي بالبيانات. قالها لك ابو لما، قال خروج من الملعب هذه. يعني انت حتى الشباب خرج من الملعب اليوم، الشباب في رده وما رده انه احنا وشوفوا ليش ما طردتوا فلان وما طردتوا عدد ثلاث لاعبين كان يفترض يطردون او انه يتعامل معهم الحكم. يعني اصبحنا امام خطاب ما يصلح للشارع الرياضي. الخطاب هذا لا يتوافق مع الشيء والرقي اللي احنا نحتاجه. احنا انت تدين البيانين، انتقد تدين البيانين طبعا، كل البيانين. انا ما ودي انها طلعت شخصيا، شخصيا انا ما ودي انها طلعت البيانات بالشكل هذا. قد يكون للنصر حق، قد يكون للشباب حق، والضمك حق ولا ثاني، بس انه بالطريقه التفصيليه اللي احنا كانه هناك من يريد ان يسقط هذا النادي او ذلك النادي. هذا اللي انا باصلها النقطه الاخيره، رد على المثاليه. كانه هناك من يريد ان يسقط هذا النادي انه خمس مباريات، شوف الشغل علينا كيف. هذا الخطاب اللي نبيه عبد الرحمن. طيب خلينا نروح معك خالد زيد، واقرا معك في البيان. البعض برضو يطرح اليوم على بيان نادي الشباب انه يعني تضمن ايضا جمل ما كانت المفروض تكون موجوده بالهزلي، ويعني بعض الالفاظ اللي كانت موجوده في البيان. طيب يا عبد الرحمن، انا اقول يعني شوف دائما احنا بس ناخذ رده الفعل، ما ناخذ الفعل. الشباب ليش طلع؟ سؤال الشباب اليوم ليش طلع؟ بس بيان خل من الكلام من البيان. اي بقول ليش اليوم الشباب طلع بهذا البيان. هو يقول بيان على نادي بناء النصر. على ايش؟ على بيان نادي النصر. طيب النصر بس هل النصر كان موجه البيان للشباب؟ النصر لما طلع، النصر طلع بيانه من مباراه الشباب، كم مباراه لعبها؟ كم مباراة؟ تقريبا ثلاث جولات او اربع جولات. نعم. مع التوقف الاول. اذا انت اللي تفضل فيها ابو لما اليوم انك انت الان صاير تلعب خارج الملعب، هذا واحد. الامر الثاني انت توجه كلامك للمعنيين بهذه المشكله، عندك على الفي ار ولا عندك انت على لجنه التحكيم؟ تكلم معهم. ليش تقحم الانديه الثانيه فيها؟ اليوم كل مباراه هو ذكر المباراه، شوف كل مباراه ذكر الحالات. معلش كل مباراه ليه يعني يعني دائما التحكيم اقل الاخطاء هو الحكم الناجح، اقل اخطاء في اللعبه اللي تعطيك نتيجه ايجابيه. هي انت تلعب على الاخطاء الاخرى. كل نادي لو بتجي له في كل مباراه عنده كثير من الاخطاء تصير له مصالحه في اليوم. انت لا تحج. طبعا اقول لك انا ما اتكلم عن البيان بحجم البيان الاخر. انا اقول النصر العام الماضي لما كان التركيز داخل الملعب، تركيز داخل الإدارة لم نسمع منها إلا يمكن في آخر ثلاث جولات، وحتى في مثلا تصريح للسيد سعود وتسجيل مسجل يعني. اليوم أنت لما يكون هذا التصريح، أنا أقول أن النصر عنده إمكانيات حتى يصل بالدوري، عنده إمكانيات لاعبين على أعلى مستوى، مدرب ممتاز. طب شو علاقته بيقول لك احد؟ انا اقول لك ليش علاقته بالدوري؟ انت ترد على البيان. انا اقول لك النصر، بقول لك بس ابو فيصل، البيان النصر يتكلم عن اخطاء حدثت له في المباريات. اي اخطاء؟ لازم اذكر المباراه اللي أخطأ، يذكر المباراه اللي هو لعب فيها. اخطاء مين؟ اخطاء تحكيميه؟ هو يرى انها اخطاء تحكيميه. طيب ارسلها للمعني، الجهه المعنيه. ليش تقحم الانديه الثانيه؟ نعم. ليش تقحم الانديه الثانيه؟ عندك اخطاء، تتكلم مع اعطي اللي تبغى للاتحاد يعني هو السعودي لما يذكر او يذكر الحكام ابو فيصل او في تصريحك للاتحاد السعودي ابو فيصل لما يذكر في البيان انه في مباراه النصر امام ضمك كذا اقحم ضمك لما يذكر انا خطا هذا في مباراه انت قلنا تعور لاعب في مباراه الفلانيه واللاعب لعب بعدها ثلاث مباريات من ضمنها برضو في 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 في, في الشامبيونز الاسيوي او بطوله اسيا. يعني انت اعطي الشيء، لا تعطي المبررات للجماهير او للمنتمين لنادي النصر بهذه الطريقه. انا اقول التركيز عنده امكانيات كثيره يبعد عن هذا طبعا حق مكتسب له. اعطي الاخرين، قدم الشكوى او البيان للاتحاد السعودي، لكن لا تقحم الانديه الاخرى بعد خامس جوله تتكلم عنها. بكره حيكون رد ممكن النادي الاخر بهذه الطريقه على مساله انه اقحم.
انت اليوم انت تتكلم عن نادي بيردك. انا اسال ابو فيصل لما اقول انا مع الفريق الفلاني انا اقول لا لا انا اقول انا اول شيء اروح للفعل، لا اروح لردة الفعل دائما. شوف مع يعني اعتزازي بنادي بحجم نادي النصر يعني امكانيات تاريخ وبطولات وجماهير ولاعبين، اليوم يخرج منك اليوم بهذه يعني بهذا الشكل انك يعني مثلا تضع الملامه على الانديه الاخرى. يا اخي عندك انا اقول لك دافع حقوقك من خلال المظله الاساسيه لك اللي هو الاتحاد السعودي ولجانه. لا تقحمل الانديه الاخرى. واليوم احنا قاعدين يعني نتكلم عن بيان رده فعل، طبيعي انك انت تتكلم عن عن عن, عن هذا الامر انه يدافع عن حقوقه ومكتسبات النادي الاخر. يمكن يجي بكره نادي بنفس الطريقه يتكلم عنها. لا تطلعني معك خارج الملعب. هل الشباب جاء تكلم عن التحكيم؟ أيه؟ تكلم عن التحكيم الشباب، تكلم عن لو ما لم يخرج هذا البيان ما خرج الاتحاد النادي الشباب وتكلم. اجزم انه لانه عنده تركيز، يعرف اخطاء اللي عنده، يعرف وش قاعد يعمل فيه، يعرف ان الاخطاء في التحكيم جزء من اللعبه. اليوم يخرج مشكله في طب الانديه الثانيه ليش ما طلعت؟ يخرج رئيس الاتحاد ومن طب ابو فيصل الانديه الثانيه ليش ما طلعت؟ كانت موجوده ضمان شفت انت تتكلم عن انك انت تكلمت عن لاعب انه انصاب في نفس المباراه من يعني كانه بفعل فاعل، وهذا مو يعني طبيعي يا اخي. احنا يمكن لعبنا مباريات كثيره وتاثرنا مع وخرجنا مصابين وكل شيء، ما قلنا والله النادي الثاني او اللاعب الثاني جزء من اللعبه. ممكن يحصل لك اي شيء فيها، ممكن في افضل حالاتك تخسر والحكم ياثر عليك لكنه هو برضه جزء من اللعبه. لا هو الخطاب موجه لمين؟ للاتحاد ولا للنادي الشباب مباشره؟ اي بيان وبيان عام. طيب اي بيان تكسر. بيان زي ما ذكرت انت، ممكن ان حصل لي مع الفريق الفلاني كذا، الفريق الفلاني حالات كذا. حالات هو شوف هذه الحالات عندي بيان النصر بقرا الجزئيه المكتوبه اللي كانت اظن على نادي الشباب، يقول لماذا تكرر العنف، طبعا هذه كانت الجزئيه الثانيه، لماذا تكرر العنف وزادت الخشونه ضد لاعبي النصر في المباراه الثالثه ضد نادي الشباب باداره الحكم البولندي في تجاهل اللوائح والانظمه التي تنص على اللعب النظيف والحفاظ على سلامه اللاعبين، ولماذا لم تفرض العقوبات ضد من يمارس الخشونه؟ هذا مو اتهام، هذا والذي كان هذا بيان ولا اتهام؟ ضحيته النجم جوليانو باصابه ابعدته عن الملاعب شهر. هم يتهمون الحكم الان، ما يتهمون نادي الشباب. طيب المفروض يوجه لجنه الحكام، ما لهم دخل. انا ما شوف عبد الرحمن، لجنه الحكام توجه الاتحاد السعودي وتحافظ على مكتسباتك في كل شيء، لكن إيه بس انا بس قاعد يعني احاول اناقشك في موضوع اقحام النادي. اي انا اقول هو الان هو يوجه النصر، يوجه الموضوع للحكم، يتهم الحكم. ما وجهت انت الان، لو انا ما دخل الشباب لو لا لو نرسل الاتحاد السعودي هذا انا اقول من حقه يعني المظلوميه واللي لكن لا ترسلها وتضع اتهامك على نادي الشباب بهذا الطريق. شوف نادي النصر من حقه يكتب البيان اللي شو هو يراه، يعني يرى انه مثلا فيها تظلم، فيها تعسف عليه، فيها ضرر على الفريق، من حقه يكتب البيان زي اي نادي. وزي لو نقد حنا مثلا على الانديه كل واحد يكتب بيان، كل الانديه متضرره من التحكيم. صحيح. مو بالقصد فيها التعمد، ما في شيء اسمه تعمد، مستحيل يعني. يعني مستحيل يصير في صفه التعمد، لكن الاخطاء نبغى نثبت بس للعالم، ما دام ان الحمد لله الحكام اجانب ابناء البلد بعد الحكام السعودي اللي نحوهم عن الظاهره هذه. هذا في ظلم، لان من المفترض انت تجيب اجانب يرتقون بالتحكيم عندك. كل سنة عندنا شماعة التحكيم هذه مشكلة لجميع الأندية. إذا أنت جبت أجانب ودفعت فلوس، يعني المباراة الواحدة يمكن تكلف 150,000، ما فرقت خليك على أبناء البلد، خليهم يكتسبون خبرة. الآن القرار الجديد لاتحاد كرة القدم بإنشاء أكاديمية للحكام، هذا يعتبر محفز وممتاز. تقلل الأخطاء الأخطاء موجودة، حتكون موجودة، وتجيب أفضل حكم في العالم. احنا شفنا يا أخي دول في كأس العالم يطلعون بسبب أخطاء تحكيمية. صحيح. فهذا موجود جزء من اللعبة وشيء أساسي. ما نخلي هي شماعة أن والله النادي هذا مثلا سوى بيان، من حق النصر يسوي البيان؟ أنا من وجهة نظري حق من حقه، ما طيب. فيها شيء. طيب. لكن الرد المفروض أو هذا يوجه للجنة الحكام. أنا تضررت في مباريات كذا والعندي طيب لعبين. وبيان الشباب من حقه الشباب بعد يرد على النقطة. ما وجه له شيء هو. الآن على خطاب النصر مو موجه للشباب، متهم الشباب، متهم ذكروا لك حالات أن حالة فيها عنف فيها كذا، من حقه يقول هو يشوفها أنها عنف.
بس حنا زي ما ذكر أبو فيصل حنا كرياضيين لا يمكن في المباريات نقابل مثلا سوء تصرف من اللاعب على أنه عنف موجه مثلا من الإدارة أو بشكل عام يعني أحيانا تنرفز لاعب في المباراة وممكن يؤذي زميل له وتلقاه يندم بعد المباراة. حلو. هل هذا الإدارة يعني قايل لهم أذوا مثلا اللاعب هذا؟ مستحيل. أول ما صدر بيان النصر أنا قلت أن هذا حق مشروع لنادي النصر أن يكتب ما يريد، وعلى هذه على هذا الأساس يمكن لكل نادي أن يكتب مثل هذه العريضة وأكبر كل نادي، ولكن ولا زلت أيضا يعني أرى ذلك، وأيضا من حق الشباب أن يرد بما يراه. أنا أشوف الأهم في هذا كله أن فيه قراءة لما يرد في مثل هذه البيانات من خلال لجنة الانضباط والأخلاق. إذا ما كان في مثل هذه البيانات أي تجاوز يستحق المساءلة والعقوبة يطبق عليه، أما إذا هي مرت مرور الكرام على اعتبار أنها مجرد أنها يعني كأنها إخبار لمعلومات معينة. في تقييم سعد المهدي يرى فيها هذه البيانين؟ لا لا ما أنا ما عندي أصلا اللائحة اللي يقدر يعني أضبط عليها إذا كان تجاوز أو لم تجاوز، لكن في جهة مسؤولة. أنا أقول هي المسألة هي ترى يعني أنت من حقك أن تفعل ما تريد، لك عليك أن تتحمل تبعات ذلك. حلو. إذا ما تجاوزت فيجب أن يكون هناك يعني لجنة الانضباط والأخلاق كلها كلمة في ذمتها. عندي على الهاشتاج نغمة حب عالمي يقول مع احترامي للزيد يقول النصر أقحم الأندية، طيب كيف يكتب شكوى؟ يعني مثلا يكتب في مباراة النصر وفراغ صعب، لازم يذكر النادي للتدليل والتوضيح فقط. صح داود؟ انتم جاوبوا لي علي ذي الكلمه لحظه روح بالحمام تفاصيل عيون تكتيك هذا تكتيك. لا انا شوف انا قلت لك انا ما عشان يطلب هو انا اقول حق مكتسب للنادي انه يصدر بيانه ها لكن التوجيه وجه للجهه المعنيه اللي هي تقريبا مظله هل النشاط النشاط كره القدم مظله هذا لا يكون بيان مشهر هذا انا اكلمك وبعدين لا تقحم. انا اقول لك طالما انك انت قحمت النادي الاخر النادي من حقه انه يرد في جزئيه اللي تخصه انك يعني كانه في اتهام. انا ما اقول ان الناس انا اقول ان انت تقصد انه كانوا في اتهام انه الشباب تعمد اللعب بخشونه مع النصر، وانا اقصد انه اللاعب اللي موجود لعبوا ثلاث مباريات بعد هذه المباراه، هذا تاكيد انه ما يعني ما كان في محله يعني لكن من حق النصر وحق يعني القائم على هذا البيان انه انه انه, إنه يتخذ في في, في في حقه الشيء اللي يرفع للجهه المعنيه في الاتحاد. شوف هاي بيان لما قريته بالبيانين كلهم كل هذه معي قاريها يعني فيها شوف الفقرة اللي الأولى أنه فيه خشونة كأنها متعمدة لماذا تكرر العنف وزادت الخشونة بلعبي النصر في مباراة الثالثة ضد نادي الشباب بإدارة الحكم في تجاهل اللوائح والأنظمة للتنص على اللعب النظيف؟ ما فيها شيء. لا أعد القرار. لا أعد 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 عمان زين أعد لماذا تكرر العنف وزادت الخشونة ضد لاعبي النصر في المباراة الثالثة ضد نادي الشباب بإدارة الحكم البولندي في تجاهل للوائح والأنظمة التي تنص على اللعب النظيف والحفاظ على سلامة اللاعبين؟ كمل فقط. ولماذا لم تفرض العقوبات ضد من يمارس الخشونة والعنف والذي كان ضحيته النجم جوليانو بإصابة أبعدته عن الملاعب؟ هذا شو يسمى؟ عبد الرحمن شوف قول صالح الموسم هذا من أول جولة ثاني جولة بدأ الكلام عن التحكيم حتى طلع الأستاذ ياسر مسحل معناه في مشكلة في التحكيم ومشكلة في الفار صح ولا لا؟ حلو نتفق على هذا الموضوع أنه فيه مشكلة شحن الجوال بعد بس أنا بس أعلمك أن هناك مشكلة موجودة حتى في بعض المباريات الحكام ما يرجعوا للفار تحس أن هناك مشكلة في التقنية. طيب من حق أي نادي صراحة أنه دافع عن حقوقه من حق أي نادي ولكن أنا أشوف أنه يتجه لأصحاب الشأن يعني أوكي أنت جمهورك ضاغط عليك جمهورك يطالبك أنك تدافع عن حقوقك كنصر هذا شيء معروف وملاحظين أن جمهور نصر يطالب إدارة النادي بالدفاع هو طلع البيان هذا للجمهور. صار في بعض الملاحظات على نادي الشباب حسب ما ذكروا أنا أشوف من حق نادي الشباب يرد انه يرد على هذا الاتهام او ترى انا ما اشوف انه كذا ولا كذا انا اسال بس اي ثاني شيء ثاني شيء لا توقع اني اسال كذا شيء لا عبد الرحمن لا ما عندي مشكله كله حقه ما لي علاقه اسال ثاني شيء البيان لابد كل بيان له قيمه يعني ما يطلع اي بيان كذا ابغى البيان اللي يطلع من اي نادي يكون بيان مهم جدا مو عشان اخطاء تحكيم ولا وهذا يقول لك والله لا انت اللي بيانك هزلي
ما ادري احس العالم يعني معلش ما يبغى تركز في الملعب. ايه انت الحين ضد مين ومع مين؟ لا ضد الاثنين انا ضد البيانات اثنين. ضد البيانات النهائيه. طلع بيان له قيمه يعني له قيمه يتعلق بامور النادي. هو شوف هو هو لا شوف يعني ك يعني الانديه كلها بتشتكي من سنوات طويله بدل البيان كان يطلع رئيس النادي ويشتكي التحكيم كل المباريات احنا متعودين من سنوات طويله. صحيح. النصر سوى كذا جاب بالتفصيل خمس مباريات وهم انا اقول النصر من حقه ومن حق الانديه الثانيه لكن انا ايش وجهه نظري لا. انه حتى لو ظلمت والله العظيم اذا كنت انت يعني بامكانك تحقق البطوله من دون ما تصدر بيان انا هذا اللي بقوله اقول النصر ما يحتاج يعني النصر ولا غيره خلي يا اخي انظلمت عندكم مباريات ثانيه خلينا نكون واقعيين هل النصر الان الايام هذه زي العام الماضي لا فانت احيانا حتى في مثل هذه البيانات الحقيقه تساعد اللاعبين او تخليهم يتراخوا لكن كانه الحكم هو اللي هزمهم وبالتالي انت ما تطالبه ببذل مزيد من الجهد تعال شوف كل لعيبه النصر حتى اللعيبه الاجانب السنه هذه غير الموسم الماضي طيب. فانا اقول نعم يمكن النصر ظلم من حقه يطلع بيان وبيان مكتوب كويس ترى لانه فيه تفصيل بالخمس المباريات لكن انا اقول يعني انتوا اكبر من البيانات وكل الانديه الثانيه امشي يا اخي تبي تحقق بطوله تنافس اتركك من البيانات واصل البيان هذا يتحول الى شكوى ويرفع للجهه المعنيه بالضبط طيب خليني بالضبط. اروح ايضا انا لتقرير عن نتائج اجتماع اتحاد القدم والذي عقد امس الاول نتابع اجتمع الاتحاد السعودي لكرة القدم اجتماعه الدوري الثالث في بريدة بالقصيم برئاسة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم واعتمد الاتحاد السعودي يوم 8 من ديسمبر المقبل موعدا لسحب قرعة الأدوار المتقدمة من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين كما اعتمد تعديل نظام مكافآت مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للأدوار الأولية وحتى دوري نصف النهائي وناقش الاجتماع مواضيعا حول تطوير الحكم السعودي والمدربين السعوديين إلى جانب البرنامج الزمني للموسم الرياضي المقبل 2020-2021 وإلى جانب مواضيع متفرقة أخرى طيب خليني بس أتكلم في هذا الـ الاجتماع واللي ظهر منه كثير من النقاط اللي كانت موجودة بس خليني أطلع وش كانت القرارات على أساس أنه أوقف مع القرار أو النقاط والدراسات اللي كانت موجودة من خلال الاجتماع عندنا دراسة تقديم دعم مالي للأندية في حال تعاقد مع مدربين سعوديين وبدء التنسيق لتقديم دراسة كاملة حول إنشاء أكاديمية للحكام السعوديين واستعراض ملف تطوير الحكم السعودي اللي قبل شوي نتكلم عنه أبو لعبة تعليقك على هذه النقطتين من خلال هذا الاجتماع لا المدرب عطنية أبجيك في المدرب صراحة عط جاس عط يا كذا في كيس ولا طيب سم شوف هم ركزوا على الإمكانيات البشرية أي. يعني كل هذا بالذات المدربين والتحكيم وهذا شيء جيد يعني بنقول دائما انك انت ما يمكن تتطور الا تركز على الامكانات البشريه اولا وبعدين تضيف لها الامكانات التمويليه والامكانات الماديه طيب. انا اشوف الحقيقه الاجتماع ده جدا ممتاز خاصه فيما يتعلق باكاديميه الحكام وايضا المدربين الاكاديميه احنا يعني من زمان كنا بنطالب نقول انك انت الحكم ترى ما هي مساله فقط يحفظ قانون معظم حكامنا حافظين قانون متابعين بينجحوا لكن اهم شيء الاكاديميه دي ايش فائدتها؟ فائدتها انك انت تختار الحكم من خلال الشخصيه قبل دراسه القانون ممتاز. وهذه فعلتها دول اخرى احنا ايش عندنا؟ احنا اللي يبغى يصير حكم يرفع يده ويجي يتفضل يعني برغبه لكن هل تتوفر عنده شروط القياده التحكيميه؟ عدد كبير منهم لا خصائص النفسية يمكن بالضبط هذه الأكاديمية الآن قبل لا تدرس القانون تختار شخصيته عندما تختار الشخصية المناسبة تستطيع تضمن تحكيم ممتاز أنا أشوف الحقيقة يعني
ابارك لهم واقول ان شاء الله يواصلوا. خلينا نشوف حكام اذا كانت هذه الاكاديميه فعلا مشيت بالدعم ولقت الدعم الطيب حتى من هيئه الرياضه، وانا اقول ان شاء الله تعالى مستقبل طيب. طيب حلو. دكتور جاسم، بما انك تبي المدرب السعودي ويعني الدراسه هي لتقديم دعم مالي للانديه في حال انها وقعت مع مدرب سعودي. شوف بس في اقل من دقيقه على الحكام أن يجونا حكام آسيويين. قلت عطني مدرب ما يخال بس جزء بس. قول. حكام آسيويين يجون يحكمون لنا أقل من حكامنا بكثير ونقبلهم. حلو. شو المعنى حكامنا إحنا ما نقبلهم؟ العريني راح وكويس ممتاز، تركي الخضير عندك ممتاز، عندك المرداسي ممتاز، عندك كذا حكم ممتاز، حتى آخر واحد. الهويش؟ لا. طريسي. خضير. لا لا. مو مو خليل جلال اخر واحد مساعد ولا لا حكم مرعي لا عندك مجموعه على فكره لما يروحون يحكمون برا ياخذون درجات عاليه في التقييم. مرعي اظن عضو في اللجنه الاسيويه. اي فعندنا مشكله احنا جاسم للخاد القاضي الله يرحمه يعني كلمه لا تنسى، قال حكامنا لما يروحون هناك يحكمون يصيروا حكام اجانب. خلاص اذا الله يرحمه اختصر لك الاجابه، تقبلهم على هالمنوال. انا اقول عندنا لكن يجب ان يدعمون وفي نفس الوقت يحاسبون. طيب انت عندك قانون ما فيه خيارات. هذا بالنسبه للحكام. الامكانيه موجوده، الشخصيه موجوده، العلم موجود، الخبره موجوده، باقي شيء واحد ان احنا ما ننساق لاي كلام يملا من الخارج. طيب. إذا أنا عندي استراتيجية في الاتحاد يجب أن أنفذها على أبناء البلد، أبناء البلد أهم وأولى بالفرصة. المدربين. المدربين هذا المشروع كان من أيام الأمير نواف بن فيصل. وإحنا من ضمن الناس اللي قدمنا الاقتراحات على أنه ينفذ ويكون المدربين موجودين ومندرجين في الأندية ويمشي راتبهم من الرياضة، هيئة الرياضة. هذا كان موجود المشروع من زمان. طيب مش حلو. من الآن يعني. طيب حلو. اعتقد الاداره الجديده بقياده الاستاذ ياسر المسحل انعشت الشيء هذا، ومن المفترض ان يكون مدربين الوطنيين الان شوف على مستوى المراحل السنيه في المنتخبات قاعدين يقدمون لك افضل النتائج. طيب شو اللي يصير؟ مشكله في المدرب ولا المشكله في البيئه؟ المشكله في تقبل المدرب من الاخرين والاداره الانديه. ادارات الانديه مع الاسف يعني ما تعطيه الفرصه الكافيه. طيب. يعني الحين الاجنبي تصبر عليه تنهزم 6-7 مباريات ما في مشكله، المدرب السعودي لو انهزم مباراتين قالوا هذا ما يصلح، هذا ما ينفع، هذا ما عنده، هذا هذا. طيب ليش ما يبدا المدرب دكتور من يبدا خليني اقول لك من الدرجه الثانيه من الدرجه الاولى بدو. انا اذكر عبد العزيز الغيامه مره طرح معي يعني فكره ووجهها الامير عبد العزيز بن تركي رئيس الهيئه العامه للرياضه بانه نحتاج قرار بانه يترك الدرجه الثانيه والاولى للمدربين السعوديين يكونوا موجودين فيها بعيدا عن الجنسيات العربيه الموجوده، على اساس انت تخلق مساحه كبيره لانها تصبح مهنه للمدرب وبالتالي يكون موجود. القرارات لا يجب من الاتحاد. المدرب يقيل نادي فلان ياخذ النادي الفلاني، يقيل النادي الفلاني يروح قاعد يمشي على الانديه كلها. وين اتحاد كره القدم على الموضوع؟ لا صدروا قرار الرد المدرب اللي يقال مع السلامه الى الموسم الثاني الجديد اذا ما كان في ناس في نفس تاهيل. في ناس على فكره مدربين اجانب كلموني، انا محاضر اسيوي وكلموني اتوسط لهم يدخلون في دورات الاي لايسنس اللي المدربين السعوديين تجاوزوها من سنين على البرو وعندهم برو. صحيح. يعني تخيلوا يدربون هنا. طيب هذول اللي جالسين عندهم برو، طبعا شوف هذه المساله تاخذ رخصه تدريب مو ما فيها مجامله، انا شخصيا اسقط ناس في الاتحاد الاسيوي. اي دورات فيها يكون في رسوب، اللي مو مدرب مش مدرب. تقيس مو بس حالات فنيه، حتى شخصيه كمدرب احنا نقيسها. فعموما يعني ما ابغى اطول ولا اتشعب في الموضوع. دكتور وجود هل التدريب فقط شهاده؟ لا طبعا ما في فطنه في مواصفات لازم ممارسه. احنا شو نقول لك الان استاذ؟ كتاسيس ليس ممارسه. التاسيس لابد يكون موجود. الان انا كلاعب تركت وبجي اصير مدرب لابد تكون شخصيه موجوده، لابد اتجاوز البرنامج الدولي. هذا برنامج دولي ترى الاتحاد الاسيوي مو بالاتحاد الاسيوي، هذا معتمد واللي اصلا مؤسسينه ناس انجليز. المنهاج هذا يدرس في العالم كله بس هنا ندرسه احنا باللغه العربيه. نعم احنا في دول اسيا بالانجليزيه
بدول أوروبا، كل دولة بحسب لغتها. نعم. الألمان بنفس لغتهم لكن المنهاج واحد. مسألة التطوير الإضافي إذا من عندك. طيب حلو. فنشكر الاتحاد السعودي على البادرة هذه وعلى تبنيه، وفي حاجة بس بشكرهم عليها، كان أول حنا كمحاضرين يعني مهملين شوي، الآن لا، في اهتمام. والأستاذ إبراهيم القاسم بصراحة يعني أنا رحت دورة الفلبين كمحاضر، الآن الهند طالبيني كمحاضر، في اهتمام، أول ما حد يدري عنك تكلم مين ولا تكلم مين ما تعرف الآن. حلو. لا الحمد لله في آلية، ويشكر فيها عليها الأستاذ تركي السلطان كرئيس اللجنة الفنية. حلو. إنه في على الأقل صار في همزة تواصل. أول ما ندري حنا نكلم مين ولا نجلس مين، ناخذ تذكرة من مين، ناخذ إذن لعملنا من مين. صحيح. لكن الآن الحمد لله يعني في تبشير خير، موش للمدربين، للحكام، إن شاء الله بشكل عام تكون أتمنى مجلس الإدارة هذا يوفق ويطبق خططه المستقبلية. المحاضر محاضرات دورات ما في، فينا متفرغين يا أخي، مدرب ما هو متفرغ كيف يعني، مستحيل. وفر للضمان الاجتماعي ويتفرغ. أما أنا أترك وظيفتي مثلا على المرتبة 10 ولا 11 وبكره بثاني يوم ولا ثالث يوم يجيني رئيس النادي تو صاحي من النوم قال شيلوا المدرب، وبعدين باقي السنه وين اروح؟ ما في ضمان للرواتب زي اوروبا زي كذا، في اليه منظم اضافه الى اتعاقد مع مدرب مهنه خيار للنادي، يعني مو خيار اصحاب وظائف المدربين. ايش بتضيف؟ طبعا انا اتكلم بس عن التحكيم. انا اقول سيد فرناندو، انا تمنيت الامانه مع يعني مع انه قيمه على مستوى اوروبا في الاتحاد الدولي وفي اوروبا وفي حتى في الاتحاد الاسباني. حلو. تمنيت الامانه انه يكون رئيس دائرة التحكيم وليس رئيس اللجنة. طيب. لان رئيس دائرة التحكيم هو المعني بالتطوير والتأهيل والتدريب وحتى التعيين للحكام. رئيس اللجنة امور ادارية. نعم ممكن. هذا الجانب الاداري انا تمنيت هذه، وانا اعتقد يمكن ان شاء الله انها تكون ملم بالثنتين، مع انها كنت اتمنى احد من حكامنا المبدعين ذوي الخبرة ان يكون رئيس لجنة الحكام. الفصل بين هذا جانب. الجانب الاخر انا بس خلاص سريع. لا خلاص قول ابو فيصل. لا بعطيك 30 ثانية. طيب انا قول. كنت بس اثني على كلام الدكتور جاسم على انه لابد انك تربط مع المدرب الجانب الاكاديمي، لانه علم التدريب، علم الحركة مطلب في التدريب وليست بس في الخبرة في كرة القدم. نعم. اليوم المؤهلين اللي عندهم رو اليوم الجل المدربين الآن يملكون الجانب الأكاديمي، ومن ضمنهم الآن الأخ تركي السلطان. صحيح. والمدربين المنتخبات الآن الغالبية منهم يحملون شهادة البكالوريوس في طيب فلندي. في أخبار فلندي. كانت تقول بأنه طبعا جروس قريب من الأهلي وراح يكون موجود في الأهلي في الأيام القادمة. طيب. أيضا ضمن مصادرنا بأنه فتحي الجبال وهو مدرب الفتح أنهى أموره مع الصفاقسي التونسي، تقريبا انتهت الأمور بالنسبة لفتح الجبال مع الفتح. طيب خلينا نروح احنا للصقور المستقبل السعودي في برنامج الابتعاث السعودي لتطوير المواهب. لعبوا اولى مبارياتهم الوديه امام فريق ريديز الاسباني وانتهى اللقاء بالتعادل بهدف لمثله. نتابع رده فعلهم بعد المباراه. Pointed out some strategy, some principles we would like to see. This is how we want to be, and one of them is to be dominant in game and in games. So I'm very curious if we are able to do this today. First match for them. We have to take a careful build up physically. They will all play 60 minutes or not the 90 minutes. That fits in our performance program, and I think it's the best for the players. Thank you.
بإذن الله ننتظر فائدة كبيرة من خلال المواهب اللي موجودة في هذه التجربة. شكرا لكم ضيوفي اليوم على وجودكم معي في الحلقة، نورتوني، آسف إذا واحد ما أعطيته فرصة بشكل كامل، سامحوني. شكرا لكم أنتم على المتابعة، في أمان الله.